لما دكتور محمد بس يقول يلا نبدا نبدا يلا ابدا عبد الرحمن. عبد الرحمن بدا وشرفنا الاستاذ الدكتور علي الشبانه. السلام عليكم. يلا يا جماعه النهارده الموضوع عن هارت ديزيز ويز بريجنسي. احنا هنحاول نمشي في المواضيع بتاعه الهارت ديزيز ويز بريجنسي مع الاسئله اللي اتقالت قبل كده في المواضيع دي. الموضوع ان شاء الله بسيط، ما هواش زي الاسكيميا طبعا، هتلاقوه بسيط قوي. مقدمه سريعه كده، ان احنا البريجنسي مشكلته طبعا ان المشكله الاساسيه عندنا زياده الكارديك اوتبوت والستروك فوليوم في الفيميل البريجننت. فالستروك فوليوم بيزيد بحوالي 30% والكارديك اوتبوت بيزيد بحوالي 50% والهارت ريت بيزيد بحوالي 25% والكوليسترول بلد بريشر بيقل شويه. وده طبعا بيعمل ستريس على العيانه لو كان عندها هارت ديزيز، بالذات الاوبستراكتيف ليجنز والبلمونري هايبرتنشن زي ما هنشوف دلوقتي. في اختراع كده اللي هو البري بريجننسي ريسك اسسمنت، وده جه في سؤال قبل كده ان احنا ازاي نعمل ريسك اسسمنت للبيشنت. هي مش بيشنت، هي بريجننت فيميل، نعمل لها ريسك نشوفها هي هاي ريسك فور بروبلمز مع البريجننسي ولا لا. في واحد من الريسك اسسمنت اسمه الكار بريج اندكس، كار كاردياك وبريج بريجنسي. هم عملوا ايه؟ هم عملوا بيزد على ستادي في مالتي سنتر ستادي، لقوا في اربع حاجات بيخلوا المريضه هاير ريسك فور بروبلمز مع البريجنسي. انها يكون عندها بريفيوس كاردياك ايفنت او اريزميا، ان يكون عندها شورتس اوف بريث عنيفه او ساينوزس، يكون عندها ليفت سايدد هارت اوبستراكشن او ريديوسد ايجكشن فراكشن. اي واحده من دول، كل ما دول زادوا عند الست هيبقى فيه هاير ريسك فور بروبلمز. فاللي عندها واحده منهم بس الاستيميتد ريسك اوف كاردياك بروبلمز مع البريجننسي 30%، يعني تلتهم. اللي عندها اثنين من دول هيبقى 69%، يعني جاست ان يبقى فيه اثنين. طبعا دي حاجات جامده يعني، بس جاست ان يبقى فيه اثنين منهم في المريضه وات ايفر هم ايه الاثنين، هيزود الريسك اوف بروبلمز مع البريجننسي بحوالي 70%. ال WHO قسمت الكارديوفاسكولار ريسك لاربع حاجات او هم خمسه يعني. كلاس 1 او ريسك كلاس 1 اللي هي البيشنت اللي ما عند او الفيميل اللي ما عندهاش اي بروبلمز تاثر على المورتاليتي او الموربيديتي، او ممكن تعمل لها حاجه بسيطه قوي في الموربيديتي. كلاس 2 ان المورتاليتي بتزيد شويه والموربيديتي بتزيد مودريتلي. كلاس 3 سيجنيفيكانت انكريز في المورتاليتي وسيفير موربيديتي. وكلاس 4 طبعا اللي هي فيري هاي ريسك اوف مورتاليتي اند موربيديتي. والمفروض الكلاس 4 دول بيبقوا كونتر انديكيتد فيهم البريجننسي، ولو بريجننت المفروض يتعمل لها ترمينيشن. اوكي؟ دول لازم يتحفظوا صم. الكلاس 1 طبعا هي الحاجات البسيطه قوي زي عيان عنده ميتافال برولابس، عيان عندها بيتن داكس ارتريوزس، بالمونري ستينوزس، كان عندها بروبلمز قبل كده كونجيتال وتعمل لها فيز ليوت قفل، عندها شويه اريزمياز بسيطه، كل دي تعتبر كلاس 1. الكلاس 4 انا بس عايز انا اقول على كلاس 3، دبليو اتش او كلاس 3 اول واحده فيهم ميكانيكال فالف، فاي مريضه ميكانيكال فالف خلاص هي كلاس 3. اوكي؟ عشان لما نيجي نتكلم ميكانيكال كلاس 4 بقى، السته بتوع كلاس 4 دول ولا السبعه لازم يتعرفوا كويس قوي. بالمونري هايبرتنشن ده اسوء مرض يجي لمريض، اسوء حاجه تيجي في مريضه حامل ان يكون عندها بالمونري هايبرتنشن. اوكي؟ المورتاليتي حدها في المورتاليتي كام؟ 50%. تاني حاجه السيفير ستوريك ديسفانكشن، ان يكون عندها ان هي كلاس 4 او ايجن فراكشن اقل من 30. تالت حاجه يكون العيان عندها بريفيوس بيري بارتم كاردوميوباثي، وده سؤال بيجي كتير قوي، مع ريزيديوال ال في ديسفانكشن. يعني البيري بارتم كاردوميوباثي لوحده بيدي ريسك ان يجي لها تاني في الحمل اللي بعديه، بالذات لو بقى في ريزيديوال ال في ديسفانكشن. يعني اما تيجي العيانه، لو العيانه هتيجي في كونسلنج وكان عندها هيستوري بيري بارتم كاردوميوباثي، الايكو الجديد مهم. لو لقينا في ال في ديسفانكشن لسه موجود هي كونتر انديكيت انها تبقى بريجنت. لو مفيش ال في ديسفانكشن ممكن تسمح لها انها تبقى بريجننت، لكن في عندها ريسك ان يحصل تاني بيري بارتم كاردوميوباثي 30% او 40%. السيفير مايتر ستينوزس او سيفير اورتيك ستينوزس، لان طبعا الكارديك اوتبوت والستروك فوليوم هيزيدوا جدا وهي عندها اوبستراكتيف ليجن، فاكيد مش هتقدر تكوب مع الكلام ده. العيانه اللي عندها اورتيك دايلاتيشن اكتر من 45 مللي في مرفان او اكتر من 50 في اي حاجه، بالذات البايكاسبيد اورتيك فال، كل ده لايبل فور ديسكشن مع البريجننسي. والنيجيف سيفير كواركتيشن، كل الحاجات دي لازم تتعرف كويس قوي، لان كلها ابسولوت كونتر اندكيشن فور بريجنسي، اتس ا كلاس 4 ابسولوت كونتر اندكيشن. والمفروض لو العيانه جت في الايرلي بريجنسي بحاجه من دول شي شود بي ترمينيت. ده لسه قايلينه دلوقتي.
طيب لو فرضنا بس كلمتين برضو على المود اوف ديليفري عشان ده دايما بيجينا كونسلتيشنز كده من الناس ما نعرفش ايه الهدف من كده. انما في الاخر احنا بنفضل ايه عكس ما الناس متخيله؟ احنا بنفضل الفاجينال ديليفري. اوكي في معظم الامراض اللي معظم البريجننت فيميلز اللي عندهم هارت ديزيز بنفضل ان هم يولدوا فاجينال مش سيزيريان. الفاجينال ديليفري ليس بلاد لوس ليس انفكشن ريسك وليس ريسك اوف فينا ثرومبو امبوليزم. اوكي اي انديكيشن فور سيزيريان هو الانديكيشن الاوبستاتريك انديكيشن فور سيزيريان ده مالناش دعوه بيه. بنتكلم على الكاردياك بروبلمز اللي عندها فالف عندها بتاع عندها اي حاجه احنا دايما الريكومنديشن بتاعنا فاجينال ديليفري الا في بعض الناس. مين هم بعض الناس بقى اللي احنا بنفضل ان هم يبقوا سيزيريان؟ اهمهم على الاطلاق العيانه اللي تكون على انتي كواجيليشن ومش موقفه الانتي كواجيليشن. يعني عيانه انتوا هتعرفوا دلوقتي ان احنا بروستاتيك فالف دايما ماشيه على وافرين لغايه اسبوع 36 بعد يقلبوا على هيبارين و افرض هي جالها بريترم ديليفري وهي على اول انتي كواجيليشن ده ما ينفعش نستنى فاجينال ديليفري دي لازم تولد سيزيريان ديليفري. اوكي تاني عيانه هي العيانه اللي لسه قايلين عليها اللي عندها دايليتد اورتا قوي او عندها اورتا بايسكشن دي ما ينفعش تقعد تعمل سترينج وكده مع البريجنس دي لازم تخش تخش دايركتلي فور سيزيريان سكشن. العيانه كمان اللي عندها مايوباثي لاي سبب وان اكيوت هارت فيلير ما ينفعش تسيبها تعمل سترين دي لازم تخش دايركتلي فور سيزيريان سكشن. واخيرا العيانين اللي عندهم بالمونري هايبرتنشن بالذات الايزمنج دول العيانين اللي في عندهم ايفنتس ما نقدرش نستنى نخليهم يستنوا يعملوا فاجينال ديليفري دول لازم يعملوا سيزيريان ديليفري لاسباب كارديولوجي مش لاسباب اوبستاتيك. طيب ده سؤال من الاسئله مثلا كان سهل قوي ما فيهوش ده سؤال جي ام دي give short notes on the cardiac conditions warranting termination of pregnancy. اوكي سهل جدا هم ست سبع اسباب بس طبعا انت السؤال طبعا ممكن يتجاوب في صفحه ممكن يتجاوب في 10 صفحه هو على حسب السؤال عليه قد ايه والتايم اللي متساب له قد ايه. فسؤال زي ده لو هو شورت كويستشن هتكتب ست سبع اسباب وخلاص. لو هم اسئله كبيره هتضطر تشرح بقى جوه كل واحد منهم التفاصيل بتاعه المرض وايه المشكله مع البريجنسي في هذا المرض. هم نفس الحاجات اللي لسه قايلينها وان هم كلهم فيهم هاي ريسك اوف بروبلمز مورتاليتي مع البريجنسي وكلهم محتاجين تدخل يعني هو كونتر انديكيشن او ترمينيشن او هنتدخل مثلا ماتروسكوبس ممكن نعمل لهم بالون دايلاتيشن اثناء الحمل. الباقي كله غالبا المفروض يبقى ترمينيشن. طيب هنتكلم على ديزيز في الحمل الحاجات المهمه. اول حاجه الهايبرتنشن. السؤالين اللي جم في الهايبرتنشن في سؤال كان سهل قوي اللي هو causes and management of gestational hypertension ده كان سؤال direct questions اجابه من الكتاب يعني. وفي سؤال تاني كان جاي كيس عيانه 38 سنه برايمري جرافيدا جايه عشان البلاد بريشر بتاعها كان عالي وكان في 22 اسبوع بلاد بريشر كان 160 على 100 والبالس 100 بير مينت وعندها لور لمب اديما و اس 4 فكان الاسئله بتاعتها ان انت ازاي تو ريتش بروبر دايجنوزس وان انت هاو تو بلان اوف مانجمنت والمود اوف ديليفري. خليني اتكلم كلمتين الاول على الهايبرتنشن. احنا عندنا كذا نوع من الهايبرتنشن بيحصلوا مع بريجنسي الديفينيشنز دي مهمه قوي. الجستيشنال هايبرتنشن اللي هو المين توبيك لازم يكون عيانه مش معروف انها هايبرتنسيف من قبل كده والضغط عالي بعد 20 اسبوع من الحمل يعني بعد نص الحمل. اوكي دي اسمها جستيشنال هايبرتنشن يعني الضغط عالي بسبب الحمل. خلاص الديفينيشن ده مهم جدا. العيانه ما عندهاش هيستوري اوف هايبرتنشن ضغطها ما كانش عالي في النص الاولاني من الحمل واول ديسكفري البلاد بريشر عالي كان في النص الثاني من الحمل. لو هذا الضغط كان معاه بروتينوريا ومعاه بري اكلامسيا يعني بنسميها بري اكلامسيا. خلاص يبقى البري اكلامسيا برضه هي التطور بتاع جستيشنال هايبرتنشن بس معاها بروتينوريا ولو دخل طبعا في فيتس هتبقى اسمها اكلامسيا. يبقى انا ده اسمه جستيشنال هايبرتنشن وبري اكلامسيا. النوع الثاني بقى اللي هو العيانين اللي عندهم هايبرتنشن من الاول. عيانه هايبرتنسيف وبقت بريجننت فدي اسمها كرونيك هايبرتنشن. طيب عيانه هايبرتنسيف وبريجننت في النص الاولاني يعني هي عادي ضغطها عالي وراحت داخله في بروتينوريا وفيتس و بيسموها برضه هايبرتنشن لكن سوبر امبوزد عليها جستيشنال هايبرتنشن او سوبر امبوزد عليها بري اكلانس لكن مش ده الديفينيشن الرسمي بتاع جستيشنال هايبرتنشن. فاحنا عندنا اربع انواع من الهايبرتنشن كلهم معتمدين على مينلي الهيستوري بتاع العيانه وعند الضغط ده اكتشف عند قد ايه؟ يعني قبل 20 اسبوع ولا بعد 20 اسبوع؟ وفي بروتينوريا ولا مفيش بروتينوريا؟ فاحنا كده جاوبنا على السؤال الاولاني اللي كان في الكيس ان انت هاو تو دايجنوز. يبقى انت محتاج هيستوري تعرف العيانه كان هايبرتنسيف ولا لا؟ كانت بتاخد انت هايبرتنسيف ولا لا؟ كان عندها قبل كده بلاد بريشر عالي ولا لا؟ ومحتاج اكزامينيشن تشوف عندها اي ايفيدنس اوف اللي هو نمبر قديمه و عشان تدخلك في التفكير انها تكون بري اكلانسيا مثلا ومحتاج يورين ديب ستيك عشان تشوف في بروتينوريا ولا لا.
خلاص دول الثلاث حاجات اللي بنعملهم عشان نشخص العينه دي اسمها ايه، جيستيشنال هايبرتنشن ولا كرونيك هايبرتنشن ولا بري اكلامسيا ولا اوفر بري اكزيستنج هايبرتنشن ومعاه جيستيشنال عادي. في ريسك فاكتورز بتخلي العيانه لايبل انها يحصل لها جيستيشنال هايبرتنشن، انها تكون العيانه اولدر ايج شويه. طبعا اولدر ايج دي بالنسبه للبريجننت فيميل يعني ثلاثينات، يعني الليفيتد بلاد بريشر من الاول، تكون ديسليبيديميك اوبيز بوست فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم وجلوكوز انتولرانس، كل دول بيخلوا العيانه لايبل فور جيستيشنال هايبرتنشن. الحاجه بقى ان الحاجه السخيفه في جيستيشنال هايبرتنشن ان هو في جدا ان هو ممكن يخلي العيانه عندها ريسك اوف ديفلوبينج هايبرتنشن ليتر اون وستروكس واسكيميك هارت ديزيز ان ذا ليتر ادلت لايف زي جيستيشنال دايابيتس كده. طيب هل الهايبرتنشن ده ليه اتكلمنا عن الهايبرتنشن في الاول خالص؟ الهايبرتنشن في مشكله ان هو ميجور كوز اوف ماتيرنال فيتال اند نيونيتال موربيديتي اند مورتاليتي في كل العالم. الموست كومن ديزيز في البريجننت فيميل، موست كومن كارديوفاسكولار ديزيز هو الهايبرتنشن. الموست كومن ديزيز بيعمل موربيديتي ومورتاليتي هو الهايبرتنشن، وبيعمل في الفيتوس جروث ريتارديشن وبريماتيور وانتوتايم فيتاليز. هنعمل ايه للبلاد بريشر؟ دي برضو معلومات مهمه عشان الام سي كيوز. اول حاجه ان احنا طبعا لو الضغط عالي عن 170 سيستوليك او 110 دايستوليك في عيانه بريجننت ده امرجنسي، البيشنت دي لازم، ده مختلف شويه عن النون بريجننت، ده اقل شويه من النون بريجننت، البيشنت دي لازم تدخل المستشفى. لو واحده بريجننت جت بالبلاد بريشر اكتر من 170 سيستوليك او اكتر من 140 اكتر من 110 دايستوليك لازم تدخل المستشفى. لما هتدخل المستشفى ممكن نديها انترافينوس لابيتورول لو كان موجود، ممكن نديها نايفيدبين، ممكن نديها اورال ميثايل دوبا. كان زمان الهيدرولازين اللي هو الابريزولين ده كان الدراج اوف تشويس، كنا بنديه شوبس كده وبعدين نمشيه انفيوجن، لكن في داتا عليه ان هو بقى معاه بيحصل معاه ادفيرس افكتس بيرينيتال ادفيرس افكتس، فهو ما هواش الفيرست لاين او الفيرست دراج اوف تشويس. الفيرست دراج اوف تشويس هو اللابيتولول، ولو العيان عندها كرايسيس بجد هايبرتنسيف كرايسيس وعايز تديها حاجه اسرع من كده شويه ممكن تدي سوديوم نيتروكسايد لو كان موجود اصلا، لو كان في حد لسه بيستخدمه. اوكي، لو العيان داخل في بري كلامسيا او بالمونري اديما ممكن ندي نيتروجليسرين. يبقى انا الاوبشنز اللي عندي في العيان اللي عنده هايبرتنسيف امرجنسي يا اما لابيتولول كاي في، يعني لابيتولول نيتروكسايد نيتروجليسرين اي في هيدرولازين بلس اور ماينس، او ندي اورال الدوميت او نايفيدبين. اوكي، كل دي اختيارات ممكن نحطها للمريضه اللي عندها هايبرتنسيف امرجنسي. طب واللونج تيرم؟ لونج تيرم يعني بعد ما عيانه هايبرتنسيف هتديها دواء اثناء الحمل. طبعا الدراج اوف تشويس على الاطلاق هو الالفا ميثايل دوبا برغم مشاكله، لكن هو اكتر دراج سيف وافكتيف في العيانه البريجننت في الكرونيك تريتمنت لغايه ما تعمل الدليفري. اللابيتولول كمان الاورال لو كان موجود، والنايفيدبين وكاسب شانل بلوكرز لو كانت موجوده. لا العكس، هقول لك حاجه. طبعا احنا اثناء الحمل مهمه جدا برضو الايس انهيبيتور كونترا انديكيتد، الاي ار بي كونترا انديكيتد، والالدوسترون كونترا انديكيتد، والبتاع الارني والحاجات، كل الحاجات دي كل الجروبس دي كلها كونترا انديكيتد في العيانه البريجننت. الدايوريتكس مش كونترا انديكيتد، لكن لازم نخلي بالنا انها بتقلل البلاسينتا بلود فلو، فاحنا ما نديش دايوريتك غير لو فعلا محتاجينها. هارت فيلير ماشي حد دايوريتك، لكن هايبرتنسيف مش مفروض تحط دايوريتك للعيانه. و باقي الحاجات بقى اللي احنا لسه قايلينها ان احنا في الامرجنسيز هنعمل ايه. يبقى انا العيانه الهايبرتنسيف دي عرفنا هنديها علاج ازاي. المشكله بقى بعد ما تولد، بص البرنامج ده عكس اللي انا قلته. المشكله بقى بعد ما تولد، بعد ما تولد معظم الادويه بتنزل في البلاد ميلك لو العيانه هترضع يعني. اوكي، بيقال ان البروبرانولول والميفيدبين اقلهم، لكن احنا عاده ما فيش مشكله قوي يعني، ما بيعملوش بيج بروبلمز للعيانه لو هي هتعمل بريست فيدنج. المشكله فين؟ المشكله بس في الالفا ميثايل دوبا اللي احنا لسه قايلين عليه ان هو احسن دواء. في مشكله ان هو بيعمل ديبريشن الالفا ميثايل دوبا ده، واوريدي البريجننت فيميلز بعد الدليفري في داتا كتيره جدا على الماتيرنتي البلوز والديبريشن والسوسايدال اتاكس والدوشه دي، فما يفضلش ابدا انك انت تفضل مكمل على الالفا ميثايل دوبا طالما العيانه ولدت خلاص. فحضرتك تروح موقف الالفا ميثايل دوبا وترجع لها بقى اي انتي هايبرتنسيف انت عايزه، الايس انهبيتورز اي ار بيز وات ايفر بقى نوفاسك اي حاجه عايز تحطها ارجع حطها تاني، بس يستحسن نوقف الالفا ميثايل دوبا بعد الدليفري. طيب نرجع للكيس تاني، زي ما قلنا العيانه عندها بلاد بريشر دي هتشخصها ايه؟ انهي واحد من الهايبرتنشن؟ بعد 20 اسبوع، عيانه 38 سنه بلاد بريشر اول مره يطلع عالي بعد 20 اسبوع جستيشنال او بري اكلامسيا لسه ما كملناش.
بلا بريشر 160 على 100 عندها اللي هو الليمبي ايديما، بس هو ما قالش حاجه عن البروتينوريا. اوكي، فاحنا هنشخصها جيستيشنال، لكن لازم نحط في اعتبارنا ان احنا محتاجين نعمل ديبستيك للعيانه عشان لو في بروتينوريا هنغير التشخيص نسميه بري اكلامسيا. فرق كبير جدا ما بين الاثنين. اوكي، يبقى احنا الدايجنوست بتاعنا هيستوري اكزامينيشن، ولازم نعمل بروتينوريا عشان نعرف العيانه دي جيستيشنال هايبرتنشن ولا بري اكلامسيا. فاحنا لازم نعمل لها يورين بروتين اكسكريشن، لان الايديما، بص الكلمه المكتوبه تحت دي اللي احنا كنا زمان بنعتبرها مهمه، ايديما از نو لونجر انكلودد از دايجنوستيك كرايتيريوم بيكوز اوف بور سبيسيفيستي. اوكي، ولا في البري اكلامسيا ولا في جيستيشنال هايبرتنشن. الايديما دي بتحصل مع البريجنسي عادي، فما هيش دليل على حاجه. المانجمنت طبعا هو اللي احنا لسه قايلينه، لو العيانه هايبرتنسيف ايمرجنسي هندخلها المستشفى ونديلها تك 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 تك، لو العيانه مش ايمرجنسي 160 100 فاحنا غالبا مش محتاجين بروبلمز خالص، نمشيها على البوميت او نمشيها على اي انتي هايبرتنسيف مع الديكريز السولت وكده، ونعمل لها فولو اب للبلاد بريشر. اوكي، حد عنده اي سؤال في الهايبرتنشن؟ طيب هنخش على الموضوع الثاني المهم جدا جدا، هو البروستاتيك فالف. لازم يجي في اي حاجه. اوكي، احنا مبدئيا متفقين ان احنا العيانه الفيميل بروستاتيك فالف دي كلاس 3 دبليو اتش او، فهي اوريدي هي هاي ريسك. اوكي، ستيبل مش ستيبل، هي هاي ريسك مبدئيا، وده طبعا بيعمل لنا مشكله كبيره عندنا في مصر، ان احنا العيانه تبقى عندها روماتيك هارت ديزيز مثلا، اورتيك ستيروزس سيفير، اورتيك ستيروزس، وعايز تخليها تبقى بريجننت ولا تعملها العمليه الاول، في الحالتين هي اللي ريسك عالي قوي، يعني انت اوريدي انت نقلتها من هاي ريسك لهاي ريسك برضه، بس طبعا هي لازم تعمل البروستاتيك فالف. المهم السؤال بتاع البروستاتيك فالف غالبا بيبقى على موضوع الانتي كواجيليشن نعمل فيه ايه. هي الكيس اللي جت كانت واسعه شويه، بتقول لك ان عيانه 27 سنه عامله فالف ريبليسمنت وما قالوش نوعه ايه، وانها عايزه تبقى بريجننت، وطبعا ما حدش بيجي لنا في مصر يقول انا عايز ابقى بريجننت ولا حاجه، هم بيقولوا هم بريجننت، وبيقول لك ان ايه المانجمنت اللي تعمله عشان الانتي كواجيليشن ديورنج اند افتر بريجننسي. دي كانت اكزامبلز الكيس الثانيه كنت قايلها انا في المحاضره بتاع السنه اللي فاتت عشان اوضح نقطه مهمه. اثنين عيانين، الاثنين نفس الايج، الاثنين مركبين بروستاتيك فالف بغض النظر يعني، واحدة على مانيفان 3 وواحدة على مانيفان 7، هل ده يفرق ولا ما يفرقش؟ طيب كويس، كله عارف. طيب ايه احسن احنا دلوقتي، ايه الاختيارات اللي عندنا اللي نعملها للمريضة؟ مين عارف؟ نعملها ايه انتي كواجيليشن اثناء الحمل؟ على حسب اول حاجة اورال انتي كواجيليشن طول الحمل لغاية ما تقرب تولد، ده اول اختيار. طيب ثاني اختيار بارنترال انتي كواجيليشن لغاية ما تقرب تولد، بارنترال الفا شيلد هيبرين، هو مش بارنترال يعني هيبقى سبكيوتينيس غالبا، الفا شيلد هيبرين طول الحمل لغايه ما تقرب تولد او مش لغايه الولاده. طيب الاختيار الثالث ايه تاني؟ تمشي على الميكرو ويت هيبرين لغايه قبل ما تولد، بعدين تقلب على هيبرين. طيب في ايه تاني؟ فيرست ترمستر تسيبها على الورفارين وبعدين تقلب على هيبرين، العكس فيرست ترمستر تسيبها على هيبرين بعدين تقلب على الورفارين بعدين ترجعها تاني على هيبرين. طيب طيب خلينا نشوف ايه الحاجات المعلومات الاول اللي عندنا. ايه اول حاجه؟ الاورال انتي كواجيليشن موقفه ايه؟ الاورال انتي كواجيليشن بيكروس البلاسينتا وبيعمل امبريوباثي، ودي طبعا العو اللي موجود في عندنا كلنا، سواء المريضه او الفيميل او جوزها او الدكتور، كلنا بنخاف الحق ورفارين، دي بتاخد ورفارين. انما بقى المعلومه المهمه اللي لازم تتغير، ان الريسك اوف امبريوباثي قليل قوي، هو من 0.6 ل 10، هو اصلا اوريدي الريسك اوف كونجيتال مالفورميشنز 5-6%. عيانين لو جبت 100 واحده حامل وولدوا هتلاقي 5 6 عندهم كليفت ليب، عندهم مش عارف ايه، العيال الصغيره، فاحنا اوريدي في عندنا ريسك. اوكي، فما زادش كتير الريسك. الالفرا شيلد هيبارين والامريكا ويت هيبارين برضه هم ما بيعدوش البلاسينتا، ما بيعملوش امبريوباسي، لكن هنشوف دلوقتي مشاكلهم ايه. طيب الانسيدنس اوف امبريوباسي بيقل قوي 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 وينزل لحوالي 2% لو كانت الدوز بتاعت الورفارين اقل من 5 ملي جرام. خلاص، يبقى انا عندي معلومه مهمه جدا ان الامبريوباسي ما هوش فظيع، مش 50% يعني، وتاني حاجه ان الدوز بتفرق معانا. قصاد كده بقى، قصاد كده بصوا المعلومات اللي جايه دي عامله ازاي. احنا ايه المشكله في البروستاتيك فالف؟ المشكله في الفالف ثرومبوز، والعياله بريجننت عندها ثرومبوجينيك بروبلم. اوكي، عشان الهرمونز وكده. شوفوا بقى ايه الفرق ما بين الانواع العيانه ان لارج ريفيو، العيانه اللي بتاخد اورال انتي كواجيليشن اثناء الحمل كله الريسك اوف ثرومبوزس 4%. ال 4% دول 2% منهم بيموتوا. خلاص؟ حلو، ماشي. العيانه اللي خدت انفراشيتد هيبارين في اول تريمستر اللي هو اللي احنا بنعمله دايما، وبعدين انتي كواجيليشن في النص، وبعدين رجعتها على مش عارف ايه اللي احنا بنعمله العادي، الريسك اوف ثرومبوزس بقى 9%، يعني دبلد تقريبا.
وال 9% دول 4% منهم ماتوا من الثرومبوزس ده. اوكي الثالث اللي خد انسوشيتد هيبارين طول الحمل اللي احنا معتبرينه يعني حلو وامور، تلتهم جالهم انفارت ثرومبوزس وتلتهم ماتوا. تلت اللي جالهم انفارت ثرومبوزس ماتوا من الانفارت ثرومبوزس. اوكي فاحنا هنرجع تاني نفكر، انا عندي سيفتي مهمه جدا ان الانفارت ثرومبوزس ما يحصلش، وعندي ريسك اوف امبريوباسي مش عالي قوي، وعندي داتا بتقول ان الدوز ممكن تفرق معايا، يبقى انا المفروض السيف سايد بتاعي لو عيانه على وارفارين وبتاخد دوز قليله هو الاختيار اللي عندي انها تفضل ماشيه على الوارفارين، بس تفهم العيانه وجوزها ان في ريسك اوف امبريوباسي شويه، لكن ده امن حاجه للمريض وهو ده الهدف من الانتي كواجوليشن. تاني حاجه كمان ان الانفراشيل هيبارين اللي انت هتديه 9 شهور هيعمل للعيانه اوستيوبروزس ويعمل لها ثرومبوسايتوبينيا ويعمل لها فراكشرز، هو وحتى الميكا ويب بيعمل شويه. اوكي يبقى انا المذر وجوزها لازم يعرفوا ان انا الايفيدنس بيقول ان الانفراكشن هيبارين هو الموست افكتيف تو بريفنت الفاتس ثرومبوزس، ودي حاجه لايف ثريتنينج. وتاني حاجه ان الريسكس اللي على المذر واللي على البيبي ما هياش بهذا بهذه الفظاعه، دي معلومه مهمه لازم تتغير في اذهان الناس. المعلومه الثانيه اللي هنقولها بعد شويه بتاعت الشيست اكس راي، فالمعلومتين دول لازم يتغيروا. ايه لسه كليكسان جاي. الاورال انتي كواجوليشن از ذا سيفست ثيرابي تو بريفنت فالف ثرومبوزس، وهو دراج اوف تشويس اثناء السكند والثيرد تريمستر. اثناء الفيرست تريمستر انت عندك اختيارات، اورال انتي كواجوليشن لو كان اقل من 5 مللي جرام متظبطه عليه، لو محتاج هاير وارفارين دوز ممكن تفكر ما بين لو مولكيولر ويت هيبارين والفا شيتد هيبارين في الشهر الاولاني. اوكي يعني انا مشكلتي كلها في الشهر الاولاني بس، لو العينه جايه لك قبل ما تحمل او اول ما حملت على طول هتشوف الدوز بتاعت الوارفارين، لقيت الوارفارين دوز اقل من 5 مظبطاها تخليها ماشيه على الوارفارين، لقيت الوارفارين دوز اكتر من 5 يبقى يفضل كلاس 2 ايه انك انت تقلبها على انفراشيتد هيبارين او هيبارين لمده عشان على بال ما الترمستر الاولاني ده يخلص، لو او كلاس 2 بي انك تسيبها على الوارفارين خلاص، وبعد كده ترجع تقلبها على الوارفارين في الترمستر الثاني. هي دي اللي مكتوبه في الجايد لاينز ان احنا في كلاس 2 ايه كونتينيوشن اوف اورال انتي كواجوليشن شود بي كونسيدر ديورينج ذا فيرست تريمستر لو الوارفارين دوز اللي عامله ثيرابيوتيك انتي كواجوليشن اقل من 5، ده كلاس 2 ايه. وكلاس 2 ايه برضه ان هي لو الدوز اكتر من 5 انك تقلبها على انفراشيلد هيبارين مع متابعه البي تي تي سبكوتينيس غالبا يعني مع متابعه البي تي تي، او انك انت تقلبها على او نوميريكال ويت هيبارين، بس النوميريكال ويت هيبارين فيه شرط، مين يعرف الشرط؟ انتي فاكتور تاني كل كل ايه؟ ها؟ ويكي كل اسبوع. اوكي هتدي للعيانه سبكوتينيس هيبارين لو مولكيولر ويت هيبارين، هتعمل انتي فاكتور 10 كل اسبوع لغايه اما العيانه توقف اللو مولكيولر ويت، ده الشرط الاساسي. ايه؟ ليه؟ ان انت لو العيانه عايز تمشيها على لو مولكيولر ويت هيبارين في الفيرست تريمستر او حتى لو كل الحمل وتفر عايز تعمل ايه؟ ما دام بتدي لو مولكيولر ويت هيبارين لازم تعمل انتي فاكتور 10 ليفل كل اسبوع، لان وزن العينه بيتغير والباي افيلابيلتي بتتغير، فانت ما تديهاش دوز اقل. ده في البروستيك فالف، في الدي في تي مش مهم، لكن في البروستيك فالف لازم. ما في الدكتور بس لو ملكر ويت الانفر شيتي بتعمله بي تي تي. يعني هم مونيتورنج؟ لازم ده وده. ده بتعمله مونيتورنج وده بتعمله مونيتورنج. الانفر شيتي هيبارين بتعمله مونيتورنج بالبي تي تي، والنمريكال ويت هيبارين بتعمله مونيتورنج بالانتي فاكتور 10. بس ليش ما ذاك ليه دكتور بالريكومنديشن؟ يعني الانفر شيتي شود بي افويدد الليس يعني بي تي تي مونيتورنج، لكن بس اللي هو مولكيولر ويت هيبارين. لا هم كاتبينها شرط اهو ان انت ادجستد دوز الفا شيت هيبارين، مكتوبه مش الفا شيت هيبارين وخلاص، هي ادجستد دوز. لازم تبقى ادجستد اكوردنج تو بي تي تي سواء سبكتينس او انترفينس بحسب البي تي تي. والانتي فاكتور 10 بتعمله بعد 6 ساعات من الجرعه، ولازم يكون ما بين 0.8 ل 1.2 انتي فاكتور 10. اوكي فاهمين يا جماعه اللي احنا بنقوله ولا الدنيا لخبطت؟ طيب وتفر هتدي ايه للعيانه؟ احنا لو احنا ماشيين انت لو احنا يبقى احنا الاختيارات اللي عندنا دلوقتي عيانه جايه بروستيك فالف خلاص، هتشوف بتاخد وفرين قد ايه؟ لقينا الوفرين دوز اقل من 5 يبقى المفروض الريكومنديشن الكويس ليا ان انا ادي لها اكملها على الوفرين في اول تريمستر خلاص. لو الوفرين دوز اكتر من 5 يبقى انا هوقف الوفرين واحط لها يا اما انفراكشنيتد هيبارين واتابع البي تي تي، يا اما احط لها لو مولكيولر ويت هيبارين وتابع الانتي فاكتور 10 كل اسبوع. طيب عدينا الفيرست تريمستر،
الريكومنديشن الاحسن ان انا ارجع تاني الاورال انتي كواجيليشن وافر الدوز هي ايه. خلاص يبقى انا لو انا من الاول ماشي على الاورال انتي كواجيليشن وارفارين هكمل وارفارين، لو انا كنت مشيت هيبارين او لوميريكال ويت هيبارين هوقفهم واحط وارفارين لغايه امتى؟ لغايه 36 اسبوع. انا عندي 36 هيجي مرتين، 36 اسبوع 36 ساعه. هاجي عند 36 اسبوع، بعد 36 اسبوع لازم اوقف كل حاجه ومشي بس هيبارين. اوكي يبقى الحاجه الوحيده المسموح بيها بعد 36 اسبوع هي ان انا اكون على هيبارين، والهيبارين ده هيقف قبل الولاده قبل السايد الدليفري ب 36 ايه؟ سوري معلش تاني اول حاجه العيانه اللي البروستيك فالف اللي بتاخد دوز اقل من 5 دي مكمله على الوارفارين طول الحمل خلاص لغايه 36 اسبوع. عند 36 اسبوع ممكن اقلبها لو مولكيولار ويت هيبارين لغايه 36 ساعه قبل ميعاد الولاده وبعدين اقلب هيبارين، او ان انا اقلبها هيبارين وخلاص لغايه قبل الولاده 6 ساعات خلاص. العيانه الثانيه اللي هي بتاخد وارفارين الدوز بتاعتها اكتر من 5 مللي جرام هديها هوقف الوارفارين في اول تريمستر وادي لها يا اما انفراكشنتد هيبارين يا اما لو مولكيولار ويت هيبارين بالمونيتورنج بتاعها. عند السكند تريمستر والثيرد تريمستر لغايه 36 اسبوع برجع الوارفارين ثاني، وعند 36 اسبوع برضه نفس الكلام يا احطها على مولكيولار ويت هيبارين لغايه 36 ساعه يا اما احطها على انفراكشنتد هيبارين لغايه قبل الولاده. خلاص؟ حد فهم حاجه؟ الحته دي اصلا مكلكعه كده بس هي حسب الكيس بقى ما هتيجي ازاي. هنعمل ايه في الدليفري؟ الدليفري بتاعنا برضه زي ما قلنا 36 ساعه قبل الدليفري لازم تكون العيانه واخده بتاخد بس انفراشيت هيبارين في اخر 36 ساعه قبل الدليفري، وات ايفر كنت عامل ايه قبل كده لازم تكون على انفراشيت هيبارين. وقبلها بست ساعات تكون موقف الهيبارين عشان ما يحصلش بليدنج، واحنا بنسمح بالفاجينال دليفري العادي جدا الا لو العيانه جت وهي على لو مولكيولار ويت او وهي على هيبارين هاي دوز او وهي على رول انتي كواجيليشن. لو انت ما كنتش لحقت تعب اللعب ده ساعتها انت بتنصح بسيزيريان سكشن. اوكي؟ عشان يقل الريسك اوف انتركرينال هيموريدج في الفيتس. وبعد الولاده بقى نبتدي نرجع تاني الانتي كواجيليشن. طيب المعلومه اللي بعديها ان لو حصل فالفوس ثرومبوزس انت يا اما بتدي انتي كواجيليشن يبقى تدخل عينه سيرجي، يا اما فابريولايسز. الفابريولايسز للسيتوكاينيز والحاجات دي ما بتعديش البلاسينتا، لكن مشكلتها انها ممكن تعمل انتي فانتوم هيموريدج، تعمل سب بلاسينتا الهيموريدج. بس هي ما بتعديش البلاسينتا، يعني ما بتعملش حاجه في الفيتس، لكن هي ممكن تعمل فيتال ديس، يعني ممكن تعمل سب بلاسينتال هيموريدج وتعمل سب بلاسينتال بليدنج يعني وتعمل فيتال بروبلم. اوكي؟ طيب مالهاش بريورتي حسب الثرومبس قد ايه، العيانه شوبد حسب اللي انت شايفه. والفالف رايت سايد ولا ليفت سايدد، انهي فالف عليه ثرومبس وحجمها قد ايه والعيانه الهيموديناميك اللي عامل ازاي، انت اللي بتاخد ديسيجن. بتاخد ديسيجن على حسب كل مريض. اوكي؟ في اي سؤال في الكلكعه دي؟ حد فاهم حاجه؟ المفروض في الاول بتعمله ديلي لغايه ما تظبط الجرعه، وبعدين ممكن كل اسبوع او كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع حتى لو انت متاكد ان الجرعه ثابته. لمين فيهم؟ كليكسال؟ الثيرابيوتيك دوز 1 ملي جرام بير كي جي كل 12 ساعه حسب الوزن هي جايه بيه دلوقتي. يعني انت بتبدا بوزنها في الوقت اللي جات لك فيه العيانه، بتدي 1 ملي جرام بير كي جي كل 12 ساعه، وبعدين تبتدي تعمل بقى الانتي فاكتور تتابع بيه. ده المفروض، طبعا في ناس بتعمل بالوزن بس هو مش مفروض. يعني انت ممكن تتابع بالوزن انك انت تشوف العينه بقت 80 كيلو طب خليها 80 بقت 90 خليها 90، لكن ده مش صح. هو المفروض بتعمل انتي فاكتور 10 طول ما انت بتدي لهم مولكيولار ويت هيبارين، تفضل تعمل انتي فاكتور 10 كل اسبوع وتظبطه على حسب الرينج اللي موجود. دكتور سؤال اخير لو سمحت، تريتمنت فور ثرومبوس بالظبط بالظبط انت بتهتم الام اهم ولا الفيتاس؟ الام اهم، فانت بتعمل نفس الكلام لكن بتحط نوتس كده ان انا عندي شويه كونتر انديكيشن من الثرومبوليسيس طبعا، فانا بوازن يعني بوازن ما بين المشكله اللي موجوده عند العيانه والبنفيت اللي انا الدواء اللي انا بديه. مش كخطوط عامه هي نفس الكلام. طيب هنيجي على المشكله اللي بعديها اللي هي الديسنيا، اللي هي الديسنيا طبعا بتبقى غالبا تارجتنج البيري بارتم كارديومايوباثي. الحاله اللي جت دي كانت في الامتحان اللي احنا كنا حاطينه زي ده كان نوع من الاسئله اما جربنا مره نعمله ان احنا نحط كيس ونحط الاسئله تارجتنج حاجه صغيره قوي، يعني تكتب كلمتين والكلمتين دول عليهم درجه معينه ما تقعدش ترغي كتير. فدي كانت عيانه 30 سنه
presented at 36 weeks in labor. The emergency cesarean section was done عشان fetal stress, no major complication. After 1 hour she became severely distressed, tachycardia, hypertension, S3 gallop, respiratory rates, pitting edema, who was intubated. Her husband reported she was dyslexic on exertion in the last معرفش قطعت ليه. المهم كان الأسئلة كالآتي: What is the most likely diagnosis? Enumerate two other possible causes of the clinical situation. What is the value of ECG and transthoracic echo? Which heart failure medications are contraindicated in pregnant females and why? And which advice regarding breastfeeding and subsequent pregnancy? سهل ولا صعب؟ هو مش رغي بس انت you have to know the answer. No comment. البريبارتم كاردوغرافي هو كديفينيشن هو عيانه جالها هارت فيلير في نهايه الحمل او في ايرلي بوست ديليفري في اول كام شهر بعد الولاده. In the absence of any identifiable cause or previous history of heart failure. يعني هي مش اسكيميك، ما عندهاش اي فالف ديزيز، ما عندهاش اي حاجه، وفي نهايه الحمل او بعد الولاده جالها ايفيدنس اوف هارت فيلير. فبيسموها بريبارتم كاردوميوباثي. بيقال ان ده علاقه بالبرولاكتين، عشان كده هتلاقوا في التريتمنت بدا يدخل حاجه اسمها برومكريبتين في العلاج، ان هو البرولاكتين ده هو اللي بيعمل حاجه ابوبتوسس في الميوكارديا وبيعمل بروبلم. الريسك فاكتورز بتاعت البريبارتم كاردوميوباثي الادفانسد ايج، العكس بقى يعني يا اما ايج كبير يا ايج صغير، يعني يا اما الفيميل دي تينيجر او انها ادفانسد ايج قوي. المالتي باراس والبلاك والمالتي فيتال بريجنسي توينز، جيستيشن هايبرتنشن وبري اكلامسيا فيهم ريسك برضه. وجود بري بارتم كاردوميوباثي قبل كده ده اللي فيه ريسك تاني 30-50% لو جالها تاني. العيانه اللي عندها بوست بروجريسيف مش عارفين ليه، والديابيتكس والبيتا اجونست، كل دي حاجات لقوها في الاستاديز ان هي او في الريجسترز ان هي بتدي ريسك شويه ان العيانه يجي لها بري بارتم كاردوميوباثي. هو الراجل ده بوست 6 مانس، وده مخلينا عندنا مشكله شويه. العيانين البروجنوز بتاعهم في امبروفمنت بيحصل خلال الست شهور، فده بيخلينا عندنا مشكله شويه في الديسيجن بتاع الديفايس. لان انت العيانه مثلا عملت جالها بريبارت كاردوميوباثي، عملت لها ايكو فانكشن 20% باي ديفولت كده، المفروض ان انت هتعمل لها اي سي دي. لكن طب وبعدين قفلت اتحسنت، فاحنا الديسيجن بتاع الديفايس في فرق شويه ما بينها وما بين هارت فير العادي، ان شويه يستحسن تاجله شويه لغايه ما يعدي الست شهور، لان نص الناس دي بتتحسن في خلال ست شهور. التريتمنت ايه؟ العيانه دي واحده فريجمنت وجايه لك بهارت فيلير. طيب هنفكر في ادويه الهارت فيلير. طبعا احنا لسه قايلين حالا الايس والاي ار بي والالدسترون انتاجنست كلهم كونترا انديكيتد اثناء الحمل. هيبقى عندي مين؟ هيبقى عندي البيتا بلوكرز، هيبقى عندي الديجوكسين، الهيدرازين بلس نيتريت، طبعا الهيدرازين مش موجود في مصر يعني، لكن هو ده المفروض يتحط، والدايوريتكس واللانوكسين بلس او ماينس. كل الادويه دي ممكن، احنا قلنا اللانوكسين، كل الادويه دي ممكن تتاخد. يبقى انا ممكن احط العيانه دايوريتكس، ممكن احط لها بيتا بلوكر، ممكن احط لها ديجوكسين، هيدرازين بلس نايتريت، كل ده ممكن يتحط. البيتا بلوكرز يفضل الميتوبرولول وليس الاتينوبول. حد عارف ليه؟ ليه ميتوبرولول مش اتينوبول؟ الريسك ايه؟ يعني ايه الداتا اللي طلعت كده على الاتينوبول؟ مش برادي كارديا، بيعمل جروث ريتارديشن. ايه؟ بيعمل انتر تايم جروس ريتارديشن الاتينولول، يعني في ريسك شويه. طبعا كل الداتا دي ما هياش داتا قويه، لكن ما دام طلعت في حاجه عندي بديل. يبقى انا الميتوبرولول بيفضل في البريجنسي عن الاتينولول. ولازم العيانين الفيميل اللي واحده بيتا بلوكر، البيبي لازم يتابع لمده يوم او يومين عشان الفيتال براديكارديا والريسبيرتو ديبريشن اللي بيحصل من، والهايبوجلايسيميا اللي بيحصلوا من البيتا بلوكرز، لان كلهم بيعدوا البلاسنتا. خلاص؟ وزي ما قلنا ان احنا الايس والاي ار بيز كلهم ما يتاخدوش اثناء الحمل، بعد الولاده ممكن يتاخدوا، ومسموح ان البيشنت تبقى بريست فيدنج. بيفضل ان البينازبرين والكابتوبرين والانالابرين عن بقيه الادويه في البريست فيدنج، ان نسبه ان هم وصلهم في الميلك اقل. اوكي؟ لو عندك حاجه منهم يفضل تستخدمهم عن بقيه الايس انهبيتورز. بروموكريبتين ده الافتكاسه اللي موجوده، ان هو لسببين الحقيقه. اول حاجه ان هو ان احنا عندنا داتا ان جزء من الايتيولوجي هو بروكتين عالي، فانت لما تدي بروموكريبتين هتوقف البرولاكتين ده وتقلل السيفيرتي بتاعت الهارت فيلر. تاني حاجه ان العيانه دي اوريدي ان هارت فيلر وان سيفير ستريس، فهي مش المفروض تعمل بريست فيدنج. فانت استفدت حاجتين، انك انت قفلت بريست فيدنج
وانك انت ممكن تكون حسنت شوية في الاتيولوجي، يعني عكست الاتيولوجي اللي بيحصل من البيربارتم كارديوميوباثي. الديليفري في الهارت فيلر زي ما احنا لسه قايلين، لو العيانة ستيبل حتى لو جيش فراكشن لو بجانا الديليفري is preferable طبعا بالابيدورال انستيزيا وكلوز مونيتور، الا لو العيانة ان اكيوت هارت فيلر وكونديشن مش كويسة ساعتها نعمل لها سيزارين سكشن. يبقى نرجع للكيس بتاعتنا تاني. الدياجنوزس طبعا لازم نحط الفيرست دياجنوزس هو بيريبارتال كارديوميوباثي، دي عيانه لسه والده وفجاه دخلت في سيفير هارت فيلر ديسنيا وسيفير هارت فيلر وانتيوبيتد، فاحنا الفيرست دياجنوزس بتاعنا هو اكيوت هارت فيلر. طيب ايه تاني اذر بوسيبل كوزز؟ ممكن تكون عيانه روماتيك ومش عارفه، ما يمكن عندها مايتال ستينوزس وما كانتش تعرف. اوكي او انا لما باجي من الامتحان وحضرتك بتسالني هي بريجننت 9 اشهر وفاز بريجننسي وبعدين في ريبارتر، لما بتيجي حضرتك بتقول لك ديفرنشال دايجنوستس روماتيك هارت ديزيز، يعني المانيفستيشن تبعه ما بيكون خلال البريجننسي، يكون بعد البريجننسي او المايترال ستينوسيس. طب هل انت متاكد، هل انت متاكد ان هي بريبارتر كارديوماجنسي يعني 100% كيف ان هي بريبارتر كارديوماجنسي، او هل المانيفستيشن تبعه هارت ديزيز ثانيه دكتور ثانيه هل هي she has a single diagnosis very sure انها she is a peripartum cardiomyopathy ولا عندك اي differential diagnosis؟ عندي other alternative زي قولي alternative بس ما ممكن تجي له قول. طيب بلاش انت دي كلها تفكيرات، قول alternative ايه مثلا امبوليزم خلاص امبوليزم هتعمل heart failure left sided امبوليزم ايه يعني قول لي اي اختيارات احنا بنقول لك قول لي لما احب مخرج مهدي زي ما بتقول حضرتك الدلمه انه انا لما بيجي بفكر بالانتحار اقول له انا عندي كم شهر في البريجنسي آه. خلي بالك ان احنا قلنا ان هي بقت ديسليك في اخر كم شهر، دي اول حاجه ريبارتن دي اخر كم شهر. احنا قلنا في الكيس الكيس نفسها قلنا ان هير هازباند ريبورتد ذات شي واز ديسليك اون اكزيرشن ان ذا لاست تريمستر، في اوريدي كان عندها شويه ديسليك اون اكزيرشن لاست تريمستر قبل ما تولد كان عندها شويه ديسليك خلاص دي اول حاجه. تاني حاجه في عيانين فعلا بيبقوا دايجنوست اون ديليفري او افتر ديليفري، قعدت طول الحمل كويسه وحصل اوفرلود زي ما هي عايزه ومستحمله، لكن الدليفري ده ستريس جامد فبعد الدليفري حصل لها الهارت فيلر. يعني المونيتورنج ده حضرتك طبيب وعندك بريجننت وانت بتسوي تسوي سيرفيلانس، يعني خلال هاي الفتره ما في مايتروس ما حدش شاف لو في لحظات الاوقات اللي هي ممكن يحصل فيها الديكومبنزيشن في البريجننت في اخر تريمستر حاجه والديليفري وسط الزهيت والديليفري بوبلاسيا بالظبط الديليفري ده ستريس الاسترسين اللي بيحصلوا الجامدين قوي في التريمستر الثالث لان الكارديك اوتبوت والسيروتونين بيزيدوا جدا بالذات لو في اوبستراكتيف فيجن فلازم تكون بدات تشتكي لازم في اخر تريمستر. وتاني حاجه وقت الديليفري الحزق والكلام ده كله كل ده ستريس جامد والفوليوم شيفت اللي بيحصل مع 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 الديليفري في الاخر في الاخر. احنا السؤال هو ايه؟ هل انت عندك 100% شون ان دي بريبارتال كارديوميوباثي؟ يو كانوت 99.9 البوينت 1 اللي فاضل ده يبقى ايه؟ لازم في ديفرنشال دايجنوست تاني حتى لو هي ريموت لازم تحط ديفرنشال دايجنوست، ما ينفعش تقول انت في الاخر مسميه بروفيجنال دايجنوست، انت ما عندكش لاب تيست عملته وطلعت الف فيتو بروتين فقلت ده كانسر، ما عنديش كده. انا بقول سيمتوم وايز والقصه والكلينيكال بتقول انها كذا. ايوه ايه تاني غير ده؟ هل هو ده الحاجه الوحيده اللي موجوده مفيش حل تاني؟ في حلول تانيه، في اختيارات تانيه، في دايجنوستس تاني ريموت جدا لكن لازم تحطه. اي ديزيز تحطه يعمل بيكتشر قريبه من دي. لما بيجي الكومنتري للناس اللي داخلين ان دي، لما بيجي الكومنتري ده بيبقى الهدف من الكومنتري انك انت بتحط وان اور تو بروفيشنال دايجنوستس وبتحط باقي الدايجنوستس اللي قريبه وتقول ليه او ليه لا. يعني انت اللي بتقول، انت بتقول يعني ده لو جه كومنتري ما بتخص الكيس. لا انا ده لو جه كومنتري انا هقول دي ماي بروفيشنال دايجنوستس اكيوت سوري بيريبارتال كارديوماجنسي ليه؟ عشان كذا وكذا 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 خلاص. وهقول بقى ديفرنشال دايجنوستس مثلا روماتيك هارت ديز وات از ويز ان هي جالها ديسنيا في اخر كام شهر وان هي يونج ايج يونج فيميل في مصر وما عنديش داتا ما عنديش ايكو ولا عندي اي داتا بتقول هي نورمال هارت ولا لا. طب وات از اجينست انها ما اشتكتش طول عمرها من اي حاجه، ده من حقي اقول ان دي اجينست، ليه ما حطيتهاش فيرست دايجنوستس؟ اوكي يعني انت اللي بتقول، انما احنا في الاخر الكيس دي بيريبارتال كارديوميوباثي اللي حطيتها عشان هي بيريبارتال كارديوميوباثي، لكن لازم يبقى عندك ديفرنشال دايجنوستس في دماغك اي رير ديزيز اي حاجه اي ليشمانيا مش عارف ايه اي حاجه ممكن تطلع اي حاجه 0.01% تطلع اي حاجه ثانيه، فانت لازم تكون حاطط في دماغك تكون وايد مايندد شويه وحاطط ديفرنشال دايجنوستس. يعني هو الديفرنشال دايجنوستس بتاع البريزم ده مش صح مش مش مش, مش ماشي. يعني بمختصر دكتور مش عايز اعطلك، لو جانا سؤال زي ده من امتحان
والديفرنشال دياجنوستس نتكلم على جنرالايز مود. لا هتتكلم على اللي هو عايزه بالظبط. هو بيقول لك كومنت هتقعد تلغي زي ما انت عايز. بيقول لك قول لي ايه الدياجنوست بروفيشنال هتقول له هيباتيك امبيروبسي. ما انا الهيستوري تبع المريض راح يحصل له بالجريف هارت. طيب ماشي المكان ده لان هو سالك قال لك قول لي ديفرنشال دياجنوستس يعني جنرالايز. يعني ايه ديفرنشال دياجنوستس؟ اي حاجه تعمل كمانولو دي اكتبها. يعني ايه كلمه ديفرنشال دياجنوستس؟ انه الاشياء القريبه منها بس السيناريو. الاشياء القريبه دي مش هي الفيرست دياجنوستس لان في حاجات اجينست. بس ما انا ممكن الديفرنشال دياجنوستس بتاع دي يبقى اسكيميك هارت ديزيز اكيوت ام اي. انا من حقك تكتب محدش يقول لك لا اكيوت ام اي كومبليكيتد بكارديوجن بهارت فيل. حد عنده اعتراض؟ عيانه جالها اكيوت ام اي بعد ما ولدت ايه الغلط يعني؟ ما هو ده ديفرنشال دياجنوستس دايسكشن اورتيك دايسكشن وحصل اي حاجه عمل لها هارت فيل اي نون كارديوجينيك بالمون القديمة اي حاجه يعني اي حاجه تعمل بيكتشر اوف هارت فيلير غير البريبارتيك كارديوجينيك. عايز تقول روماتيك عشان احنا في مصر ويانج في ميل قول. عايز تقول اسكيميك هارت ديزيز لاي سبب قول. عايز تقول هو كم ودخلت في مش عارف ايه ما تقول يعني وات ايفر. عايز تقول ايه كل ده اسمه ديفرنشال دايجنوستس ما هوش البروفيشنال دايجنوستس ولا المين دايجنوستس. ده ديفرنشال له ما له وعليه ما عليه بس لازم يتحط في الاختيارات. اوكي طبعا الاي سي جي مهم عشان الديفرنشال دايجنوستس ان انا ما الاقيش اسكيميا ما الاقيش ممكن تكون اريزميا. مش في حاجه اسمها تاكي مايوباثي تاكي كارديوماسي كان عيله طول عمرها طول الحمل عندها اي اف رابيد ريت ومحدش واخد باله ودخلت لك في هارت فيلير من كده مش ده دايجنوستس ولا عندك اعتراض ده دايجنوستس. اوكي فممكن في اريزميا ممكن يبقى في ايفيدنس اوف تشامبر انلارجمنت ولا حاجه في الاي سي جي ممكن في اسكيميا. طبعا الايكو هو اهم دايجنوستس نعمله نشوف الفوليوم والفانكشن والفابل هارت ديزيز سيجمنتال وول موشن تطلع رايت سايد هارت فيلير لاي سبب تطلع ده اندو مايوكارديال فايبرو الاستوزيس بوزس اي حاجه تطلع اي حاجه. اوكي وفي الاخر التريتمنت اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ان اهم ادويه كونتر اندكيتد هي الايس والاي ار بي والالدوستيرون كل ده بيعمل فيتوتوكسيستي فكل دول كونتر اندكيتد في العيانه. الاسئله دي كانت اجابتها شورت كويشنز. والادفايس اللي احنا لسه قايلينه برضه ان احنا كبريست فيدنج ولاكتيشن يفضل انها ما تعملش بريست فيدنج وبندي كمان برومو كريبتين عشان نمنع البريست فيدنج. وبالنسبه للدليفري زي ما قلنا ان الفاجينال الا لو هي ديكومبنسيتد جامد. وبالنسبه للنكست بريجننسي ايه؟ ننصح العيانه بايه؟ جايه تحمل كان عندها هيستوري اوف بير بارتم كارد نيوروباثي وجايه دلوقتي بعد سنه ولا سنتين بتقول لك انا عايزه اي ونت تو جيت بريجننت تعمل ايه؟ نسبه انها ايوه فهي تعمل ايه؟ ايوه يبقى تعمل ايه؟ ايكو تعمل ايكو جديد لو لقيت الفانكشن لسه امبيرد ده بقت WHO كلاس 4 تقول لها سوري يو دونت جيت بريجننت. اوكي لو لقيتها الايكو رجع نورمال بقى عندها ريسك 30 ل 50% فهي كلاس 3 فممكن تبقى بريجننت لو هي عايزه تبقى بريجننت لكن بريكوشن ومونيتورنج و و و. اوكي فالايكو الجديد مهم. لو الايكو شغال مش هقلل من رقم معين يعني بس هو ده اقل من 45.8 نورمال ولا مش نورمال؟ اسكت يا محمد. خلاص زي ما قلنا البريفيوس بريبارتم كارديوميوباثي ويز اني ريزيديوال امبيرمنت اوف ليتر فيكولار فانكشن ده بقت كلاس 4 المفروض رسميا ان العيانه ما تقول لها دونت جيت بريجننت وانها لو بقت بريجننت تعمل لها ترمينيشن. ده الرسمي اللي موجود في الجايد لاينز الاجنبيه الوحشين. حد عنده اي سؤال في المأساه دي؟ تست اكس راي جايه اسكت يا ولد. ايه مش هتوقف ما هو ده سؤال ملوش اجابه. هي المشكله ان غالبا انت مش هتوقف لغايه ما تلاقي الفانكشن نورمال. السؤال بقى ان بعد ما الفانكشن تبقى نورمال نعمل ايه؟ ما عندناش اجابه. هل عايز تاخد ريسك انك انت توقف لها الدواء فترجع تخش تاني في هارت فيلير؟ انت حر. بس هي حقيقي ما عندناش اجابه بالذات لو هي عايز تبقى بريجننت تاني. ولو عايز تبقى بريجننت تاني هيقعد لك الدنيا اكتر. انت محتاج توقف الاس ان بي اصلا كده كده. فانت الموضوع بيبقى بيرسونال قوي وانت تاخد السيجن اللي انت عايزه ملوش بدل. لو جال انا حد يديني دي سي. لا هي دي مع الداتا كويري قوي. يعني لو انت سكند بريفنشن خلاص ممكن تركب. يعني لو سكند بريفنشن بتكلم عن البرايمري بريفنشن في اي سي دي انت سبت كل الكلام وجيت مسكتني في الاريزميا ماشي. لو انت انا بتكلم على ايه؟ ان انت العيانه دي بعد ما ولدت انت مشخصها انها كارديوميوباثي خلاص والفانكشن بتاعتها امبيرد. فانت باي جايد لاينز طبعا الجايد لاينز ما فيهاش البيري بارتم كسبيسيفيك انتيتي لكن لو اعتبرتها جزء من دايليتد كارديوميوباثي يعني المفروض انها تركب اي سي دي. اوكي لكن دي بس لو هي في البرايمري بريفنشن يستحسن تستنى شويه لان في جزء منها بيتحسن ماليش داعي ان هي ترجع نورمال ويمكن مش عايز تبقى بريجننت تاني ومش هيحصل لها حاجه تاني تفضل سايبها بالاي سي دي.
فيفضل تأجل الديسيجن ده شوية. ممكن ممكن احنا ما عندناش داتا على دي. هو في دلوقتي الجيس بتعمل في الاوروبيان سوسايتي على بير بارتنر نفس لوحدها، لان انت ما عندكش داتا، ما عندكش داتا هي تمشي زي الدايليتد ولا لا، ما عندناش داتا خالص عليها. اللي بعده السؤال اللي جه تاني ليه علاقه بالهارت فيلر شويه، وان كان بعد شويه عن الموضوع ده. كان كيس تانيه، عيانه 23 سنه عندها شورتس اوف بريس واورثوبنيا، وكانت بريجننت في الشهر الخامس، ضغطها 110 70، البلس 110، وعندها كريبيتيشن وعندها جالوب. اوكي ومفيش ميرور. هو السؤال ما كانش على البيري بارتم كاردوبسي خالص حقيقه، يعني ما كانش على الكلينيكال بارت، هو كان على الانفستيجيشنز، انك انت ايه الايمجنج موداليتيز اللي تعملها عشان تطلع الدايجنوز بتاعها، وتاني حاجه ايه الفاليو والليميتيشن بتاعه الايمجنج موداليتيز دي. انا هقول بس الموضوع بس اللي مهم في القصه دي، طبعا شيست اكس راي المفروض ممكن يتعمل عشان نشوف لو في كونجيشن، لو في دايليتد اورطه، لو في اي حاجه ثانيه بقدر فيوجن مثلا، ترانسفراسك ايكو وترانسفرجيال ايكو، دول الثلاث حاجات الاساسيين اللي غالبا ممكن نحتاج نعملهم في عيانه زي دي. طيب ايه المشكله في الحاجات دي؟ مشكله في الراديشن. المعلومه بقى المهمه، الداتا احنا طبعا كلنا يلا بريجننت ما تعملهاش شيست اكس راي، كلنا بنعمل كده يعني. الداتا بتقول ايه؟ الداتا بتقول ان انت الفيتس بيتاثر لو الدوز اكتر من 50 ام جي واي ملي جراي للفيميل للام تاني، او العكس. ما عنديش داتا ان لو الدوز اقل من 50 البيبي هيتاثر. خلاص هي نفس الفكره العامه، ان انا لو حد عملت له شيست اكس راي وبعد ما ولدت طلع عنده كليفت هيب، هتيجي تمسك في رقبتك وتقول لك انت اللي عملت لي البتاع دي. خلاص ايه اصبر حاجه، فانا ال 50 ام جي واي، هو في طبعا ميلي سيفر وميلي مش عارف جراي، في حاجات كتير قوي للقياسات. هم هنا وحدوا القياسات في الاوروبيه اللي هي ال 50 ام جي واي، هقول لكم حالا كل اشعه بتدي قد ايه. خلاص يمكن في شويه ريسك من الاشعه للتشايلد هود كانسر، الريسك ده مش عالي قوي لكن في شويه ريسك بسيط. ايه الاشعه بقى بتدي قد ايه؟ بص بقى الحاجات الظريفه دي، شيست اكس راي الواحده بتوصل للام، بلاش للفيتس، بتوصل للام 0.1، يبقى انا محتاج 500 شيست اكس راي عشان اعمل كونجيتال مالفورميشن في البيبي، 500 اوكي، عشان ابص اوصل للدوز اللي هي ال 50 ام جي 1 عشان اقول ان انا الاكس ريز بتاعتي عملت مشكله للبيبي. خلاص السي تي شيست 7 ام جي واي، طبعا كتير شويه سي تي شيست 7 ام جي واي، فانا محتاج 7 سي تي شيست عشان اكون ضريت البيبي. اوكي الكورونا انجيوغرافي لوحدها الدايجنوستيك 7، البي سي اي والابليشن عشان بتقول ايه بس ينبسطوا 15 ام جي واي، فانا محتاج 3 على الاقل عشان اقرب من 50. اوكي في الاخر كلهم المفروض ان الداتا بتقول ان هم سيف الى حد كبير، فانا لما احتاج ان انا اعمل حاجه منهم المفروض تتعمل. يبقى انا لما يكون عيانه جايه وعايز اشخص بارنر امبوليزم، وهنشوف بعد شويه بارنر امبوليزم ده في وقت ما محتاج اعمل سي تي او ام ار اي، لازم يتعمل، مفيش حاجه اسمها اصلها بريجننت. لما عيانه تجي لي ام اي وهي بريجننت لازم اعمل لها انجيو وبي سي اي. خلاص في ريسك، ممكن اعمل شيلدنج واعمل وانا عشان اقلل، لان انا برضو خلي بالكم من حاجه ان احنا ممكن انا في وقت الحمل تعمل كذا حاجه من دول، ما انا ممكن اعمل شيست اكس راي وبعدين اعمل لها سي تي لسبب ما، وبعد كام شهر راحت جايه تعمل انجيو نحس بقى، وبعد مش عارف ايه جت تعمل ايه، فانا برضو الكيوميوليتيف افكتس ده مش حلو. فانا ممكن ابقى ريستريكتد شويه في الحاجات اللي انا بطلبها، لكن في الاخر المفروض اعرف ان ده سيف، ولازم افهم العيانه برضو انها محتاجه 500 شيست اكس راي عشان ياثر على البيبي، عشان ما تجيلكش بعد كده بعد الولاده تقول لك انت اللي عملت لي انت اللي جبت البيبي الكلام ده. ايه؟ احنا بنتكلم عن الراديشن افكت، ماله سي تي انجل كونتراست ماله؟ لا 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 المين اكسبشنز دي هو بيقول لك افويد راديشن اكسبوجر بيفور 12 ويكس، ما عدا الاثنين دول لان دول ايمرجنسي، يعني انت في اول 12 اسبوع لان هو ده وقت الفيتال ديفلوبمنت الاساسي، يفضل تحاول ما تعملش اي واحده من الحاجات عموما الا دول، لان انت لو عيانه شك في بريزم لازم تعمل لها، وعيانه شك ان هي بي سي عايزه بي سي اي لازم تعمل لها، 12 اسبوع 12 اسبوع مش فارق. اوكي ده معنى الكلام. خلاص اي سؤال؟ طبعا انا كليكت السؤال، هو سؤال عايز رغي بقى في الايكو في البتاع والدياجنوز بتاع العيانه ممكن يكون ايه، فده هيوضح ايه رغي 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 رغي، لكن هي القصه كلها بتحوم حول ان انت تتكلم على راديشن، ان هو مش هو المشكله في القصه دي دلوقتي، انا لازم اشخص العيان.
طيب الموضوع اللي بعديه الفينوس رومب امبوليزم والبامون امبوليزم. ده كأسئلة هو جه سؤالين، واحد كان على المانجمنت اوف اكيوت دي في تي اثناء الفيرست تريمستر، واحد على ازاي علينا بامون امبوليزم نكمل الانتي كواجيشن. ما كانش اظنش جه كيسز عندنا يعني. خلينا نشوف ايه الموضوع بتاع الفينوس رومب امبوليزم مع الحمل. البريجنسي والبيبرال تايم معاهم انكريز انسيدنس اوف في تي اي. الفي تي اي طبعا هي دي في تي وبرمونال امبوليزم، حوالي توصل لحوالي 0.2% اوف اول بريجنسي، وده بيسبب مورتاليتي موبيليتي محترمه جدا. البرمونال امبوليزم از ذا موست كومن كوز اوف دايركت ماتيرنال ديث في اليو كي، والسكند موست كومن كوز اوف ماتيرنال ديث اوفر اول. 79% من الومن داين فروم انتي ميتال برمونال امبوليزم ان ذا يو كي هاف ايدنتيفايبل ريسك فاكتور، ودي معلومه مهمه جدا 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 جدا. ان 80% من العيانين اللي ماتوا من بابونيا امبوليزم لقوا كان فيه اسباب تجيب لهم بابونيا، يعني كان ممكن نعرف ان هم هيجي لهم بابونيا امبوليزم فنديهم بروفيلاكسيس فما يجيلهمش بابونيا امبوليزم. و half of the women who develop thrombotic event during pregnancy have either thrombophilic disorder or previous idiopathic VTD. Therefore, all women should undergo documented assessment of risk factor for VTE before pregnancy and in early pregnancy. مش معنى دي ركزنا عليها لان انا عندي ده واحد دي. انا اعمل assessment غير assessment اللي قلنا عليه بتاع الريسك، ده تاني assessment لازم يتعمل لاي واحدة pregnant، اشوف عندها risk of VTE ولا لا، عشان اشوف في حاجة حديها. ممكن الحاجة دي تكون just stocking وممكن الحاجة دي تكون numerical weight heparin طول الحمل، يبقى انا لازم اعرف الريسك بتاع العيان. الريسك فاكتورز اللي هي بتعمل فيروس روم امبوليزم، في حاجات منها في العيانة من الاول خالص زي ما يكون جالها قبل كده فيروس روم امبوليزم، بالذات لو unprovoked يعني ما كانش في سبب واضح، او يكون family history او thrombophilia او عندها comorbidities كتيرة زي الكانسر والسيكل سيل والنفريتك والنفروتك والحاجات دي، او تكون سنها كبير وبيز مالتي بارس سموكر. في obstetric causes ممكن تخلي العيانة liable for venous thrombosis بالنسبة في هذا الحمل، زي البريكلانسيا، زي الديهايدريشن، زي مالتيبل توينز، يعني يكون داخل على emergency cesarean section او cesarean section عموما، عشان كده احنا بنفضل نبقى vaginal مش cesarean. prolonged labor، peripartum hemorrhage، كل دي حاجات بتخلي العيانة ممكن تخش early postpartum DVT. وفي transient risk factors زي immobility او current infection او surgery في اثناء الحمل. كل الحاجات دي بتخلي العيانة عندها risk of thromboembolism. بيعملوا ايه بقى؟ هنشوف هما بيعملوا ايه اللي عملوه في الاوروبيين. العيانة اللي عندها previous recurrent VTE، خلاص ده جزء مهم من الهيستوري، يكون جالها DVT او thromboembolism recurrent، خلاص. او العيانة اللي عندها previous VTE مرة بس كانت unprovoked، يعني مش عارفين طبعا بروفود وان بروفود، هي مش نتيجه امبوليزيشن ولا نتيجه سبب واضح ولا انت حتى الاورال الكونسيتيف بيلز بيعتبروها من دي، لان هي استروجين ريليتد. يعني لو كانت نتيجه بيلز او ان بروفود ده هاي ريسك، او العيان اللي جالها مره بس عندها ثرومبوفيليا او فاميلي هيستوري اوف ثرومبوفيليا، دول هاي ريسك. الثلاث عيانين دول، الثلاث انواع دول من العيانين دول هاي ريسك كيسز، لازم يتعمل لهم بروفيلاكسيس انتي نيتال من اول ما تكتشف الموضوع من اول الحمل لغايه 6 اسابيع بعد الولاده. 6 اسابيع، شهر ونص بعد الولاده عمال بتديها في المولوكولا ويت هيبرين، اوكي، او انتي بروفيلاكتيك انتي كوجيليشن مع الكومبريشن ستوكينج. ده العيانة الهاي ريسك، عشان كده الهيستوري مهم، كل ده هيستوري. تاني عيانة اللي هي الانترميديت ريسك، دي بقى اللي هنبص على ريسك فاكتور ورا غير اللي قلنا عليهم هاي ريسك. لو عندها 3 او اكتر منهم، او عندها 2 او اكتر وهوسبيتالايزد لسبب ما، بيخليها انترميديت ريسك. الانترميديت ريسك برضه بتاخد نوبريكر ويت هيبرين بس لغايه 7 ايام بعد الدليفري، مش 6 اسابيع. ده الفرق ما بينهم. العيانه الثالثه اللي هي اللو ريسك اللي ما عندهاش غير واحد او 2 ريسك فاكتورز من اللي فاتوا غير الهاي ريسك فاكتورز، كلها بتعمل لهم ايرلي موبيلايزيشن وافويد دهيدريشن، ممكن ستوكينج يعني لحد ما، لكن ما بنديلهاش ميديكيشن. يبقى انا الهدف من كل الفيلم ده ان انا اطلع العيانين الهاي ريسك والانترميديت ريسك. اوكي، يبقى انا هناخد في عندنا شويه ريسك فاكتورز مهمين اللي هم الثلاثه اللي فوق، وبعدين بنعد بقى هي عندها غير دول كام واحد ريسك فاكتور، لو ما عندهاش دول عندها كام ريسك فاكتور. حد عنده سؤال في الحته دي؟ يعني عيانه سموكر مثلا وسنها 40 سنه وبيز، ادي ثلاثه ريسك فاكتور لا ليهم علاقه بالفي تي اي ولا ان بروفوكد ولا الفيلم ده كله، مجرد الواحده في ميل جايه لك عندها 36 سنه، اهي عيانه 36 سنه وبيز سموكر، ده يكفي جدا انك انت تمشي له مكونات هيبارين طول الحمل. ثلاث جاست ثلاثه ريسك فاكتور. اوكي، في من الريسك فاكتورز يعني موجودين في العيانين عندنا، خلاص.
الفرق ان هو البروفوند هيتحط في الانترميديت، الانبروفوند هيتحط في الهاي ريسك، لان احنا مش عارفين هو ليه. يعني الانبروفوند ده مشكلته انت مش عارف هو ليه جالك دي في تي او البرمون امبريزم، مش نتيجه مثلا فراكشر حاجه ولا نتيجه امبوليزيشن حاجه، فانت مش عارف ممكن يجي لها تاني غير البروفوند. هتلاقي حتى في البرمون امبريزم التريتمنت ده فرق عن ده، واحد بياخد 6 شهور والتاني ممكن تكمل عليه. خلاص يا جماعه الحاجات دي مهمه، الحاجات دي مهمه. ايه البروفيلاكسس اللي بنديه؟ المفروض ان الدومينو كارد البانين هو البروفيلاكسس المعترف بيه، لان هو ما بيعملش اوستيوبروزيس ولا فراكشر زي الهيبارين. الدوز بتاعته على الويت اللي العينه بدات بيه عندك بتديها البروفيلاكسس. الدوز بتاعت الانوكسبارين نص العاديه 0.5 يونت بير كي جي وانس دي. اوكي، فاحنا المفروض بتوزن البيشنت وتدي لها الدوز بتاعت النومريكال ويت هيبارين اللي هي غالبا بتبقى 40 يعني او 0.5 يونت بير كي جي. السؤال بقى المهم، نعمل مكتوب في حته ثانيه، نعمل فولو اب للانتي فاكتور 10 ولا لا؟ عليها كلام، ما عليهاش داتا قويه قوي. اذا كانت ثواني هي موجوده في حته هنا، طب خليها لما تيجي، خليها لما تيجي في معنا. طيب الكيس بتاعتنا كانت على الدي في تي، العينه الدي في تي طبعا البريجننت فيميل اللي عندها دي في تي هتيجي بليج سويلنج زيها زي النون بريجننت فيميل. انت سسبكت ان عندها دي في تي، هتعمل لها الترا ساوند وتعمل لها دي دايمر زي اي ريكومنديشن موجوده. لو عملت الترا ساوند وانت عندك تيست بروبابيلتي عالي قوي ان العينه دي في تي وبعدين عملت الترا ساوند ما لقيتش، نعمل ايه؟ يعني انت عندك عيانه، انت جات لك بتقول لك انا رجلي ورمه شكلها دي في تي، عملت دي دايما طلع بوزيتيف، طبعا دي دايما مش سبيسيفيك قوي لكن طلع بوزيتيف، وديتها تعمل الترا ساوند مفيش. نقول لها ما هيش دي في تي؟ نعيده تاني وندي انكواجيليشن ونعيده تاني وبس. هنعيده تاني كذا مره، لكن ندي انتيكوليشن ولا ما نديش؟ لو هي هاي ريت هاي بري تيست بروبابيلتي حسب اللي موجوده في الجايد لاينز بتاعت الدي في تي، يبقى هتدي انتيكوليشن لغايه ما تتاكد انها مش دي في تي. لو هي لو بري تيست بروبابيلتي انت متاكد يعني شكها لا بس عمال تعمل كده، ممكن تعيده سيريالي عشان دي دايمر بس اللي بوزيتيف ده، فتعيده سيريالي لكن ما تديش انتيكوليشن. اوكي، فهو ده معتمد على كلينيكالي اللي هو البري تيست بروبابيلتي هاي ولا لو. هيتعاد كل قد ايه؟ هتعيده بعد 3 ايام، وبعد اسبوع لو كل ده طلع نيجاتيف خلاص يبقى كده كفايه. البرمونري امبريزم عندها طبعا مشكله فيها شويه عشان موضوع الاشعاعات. الكلينيكال سيمبتومز والسايز اوف برمونري امبريزم ديورنج برجنسي هم نفسهم زي النون برجنت، هيجي لها ديسنيا، هيجي لها شيست بين، هيجي لها تاكيبنيا، هيموبتسيز، كولابس، وات ايفر. ولكن عندنا مشكله، اول حاجه البري تيست بروبابيلتي بتاعت الفي تي اي ما هياش فاليد قوي في الدايجنوزس، ما عندناش داتا، احنا بنعملها بس ما عندناش داتا. يعني ممكن البريجنس يكون غير شويه من السيجنفكانس بتاعها. الالترا ساوند برضو ما عندناش داتا نعمل فيه ايه. السي تي والفي كيو سكان عندنا مشكله فيهم في الاشعاعات، وبرضو ما عندناش، هم دايما اكسكلودد من الترايلز، فما عنديش داتا واضحه ان انا دي سيجنفكانت ولا لا، سنسيفتي قد ايه، سبيسيفيستي قد ايه، ما عنديش داتا. احنا معتمدين كله بالاتفاق الناس ان انا سسبكتنج ان العين عندها بارمونال امبريزم. الدي دايمر نفسه، الدي دايمر نفسه اصلا بيبقى بوزيتيف في البريجنسي وبيعلى مع الترايمستر، يعني كل ترايمستر الدي دايمر هيبقى اعلى من اللي قبله لوحده. اوكي؟ 39% ريليتيف انكريز كل ترايمستر على الباقي، يعني بيعلى 40% لوحده عن الليفل اللي قبليه. وما عندناش كات اوف فاليو في البريجنسي، فاحنا مش عارفين برضه. في الاخر نعمل ايه؟ لو العيانه جايه لك عندها ديسني وانت شاك انها بالمونري امبريزم هتعمل لها دي دايمر وتعمل لها ليج الترا ساوند. الاثنين طلعوا نيجاتيف خلاص انت كده اكسكلودنج بابونا امبريزم. ده الاحتمال الوحيد اللي تاكسكلود بيه بابونا امبريزم، انك انت الدي دايمر نيجاتيف وان الالترا ساوند نيجاتيف، اند الترا ساوند نيجاتيف، باي لاترال الترا ساوند نيجاتيف، مفيش واحده منهم. اوكي؟ هتعمل الاثنين وتلاقيهم نيجاتيف. لو لقيت الاثنين بوزيتيف، الالترا ساوند بوزيتيف يعني في دي في تي، ولقيت الدي دايمر بوزيتيف والعيان عندها ديسنيا، شخصها بابونا امبريزم، ما تروحش تعمل حاجه، ما تروحش تعمل سي تي. خلاص كده اتشخصت، هنبدا انتي كواجريشن. خلاص؟ لو النص بقى اللي هي البوزيتيف دي دايمر والالترا ساوند لسه نيجاتيف وعندها ديسنيا، ده لازم اعمل لها حاجه تاني. دي اللي لازم تروح تعمل يا اما سي تي يا اما ام ار لو كان موجود.
عشان نشخص بالمونري. حتى لو الدي في تي موجوده مش الكير مش موجوده في الصدر. ما انا لسه قايل اهو لو عندك الالترا ساوند بوزيتيف دي في تي بوزيتيف دي تي بس في اي حته وعندها ديسنيا خلاص انا كده الموست بروبابل ان الديسنيا دي من بابولار امبوليزم يبقى انا دخلتها مش هو نفس العلاج مش محتاج يعني انا عايز تاني سيتي عشان تدور على ايه ما دام هي مش شوكد ومش انه بيعمل فيها بروبلم اي حاجه هنشوف دلوقتي حالا ان احنا هنعمل ايه خلاص يا جماعه يبقى انا لو الاثنين نيجاتيف اكسكلودنج بابولار امبوليزم لو الاثنين بوزيتيف هي بابولار امبوليزم ما دام في سيمبتومز فوق لو الدي داينا بوزيتيف والالترا ساوند لسه نيجاتيف وعندها سيمبتومز يبقى لازم اعمل لها حاجه تاني دي لازم اروح اعمل لها سي تي بالمونري او ام ار بالمونري او في كيو سكان يعني في كيو سكان خلاص ونفهم برضو اهل المريضه ان ده ليه ريسك سنه لكن ريسك مش قوي و لكن هي لازم تروح تعمل لان هيفرق معايا في التريتمنت بتاعي اوكي التريتمنت بتاع البالمونري امبوليزم الدراج اوف تشويس هو اللوم ريكورد ويت هيبارين لان انا هديه مدى الحمل كله الكرس بتاعه حلو والميجر بليدنج قليل الثرومبوسيتوبينيا والاوستيوبروسيس قليله جدا والفراكشرز عن الهيبارين هندي قد ايه الدوز وده نفس التعديتي هندي قد ايه الدوز هندي زي سوري زي البروستاتيك فالف ما كنا بنقول من شويه 1 ملغ بر كي جي توايس ديلي ونعمل انتي فاكتور 10 دي بقى اللي ايه عليها كلام نعمل ولا ما نعملش الداتا مش قويه قوي هم بيقولوا ان احنا البريجنسي كل ما حي ما حي يعني كل ما البريجنسي هي ادفانس العيانه هتبقى وزنها بيزيد الفوليوم سيتويشن بيتغير والعيانه بقت محتاجه مور دوزز اوكي وفي نفس الوقت ان انا اللومريكال ويت هيبارين اللي كنا بنديه بريفنتيف برضه ستيل في ريسك حصل لبعض الناس عليه بالمونري امبوليزم فانا بقيت مش عارف ادي دوز واسكت ولا ادي دوز واعمل التست فدي متسابه بيقولوا ات از ريزونبل يعني متسابه انها اللي عايز يعمل يعمل مش عايز يعمل ما يعملش لو عندك افيلابيلتي انها تعمل يفضل تعمل حتى لو على فترات بعيده يعني حتى لو على كل شهر كل كذا تعمل جاست انتي فاكتور 10 وتشوف القصه ايه او اللي انا مقترحه برضه ان ممكن تشوف وزن العيان على الاقل يعني انت بدات لها بدوز بثيرابيوتيك دوز هي كان وزنها 60 كيلو في اول الحمل بتدي 60 ملي جرام بير كي جي وبعدين بعد السكند ترمستر بقت 80 فلازم تغير الدوز تزودها يعني اضعف الايمان يعني انك تزود الدوز على حسب الوزن اللي موجود لكن اللي مكتوب في الجايد لاينز انك انت بالويت اللي هي جايه بيه تبدا لها الدوزز ويفضل تعمل انتي فاكتور 10 لو قادر تعمل غير البروستاتيك فالف البروستاتيك فالف الشرط بتاعها انك تعمل انتي فاكتور 10 كل اسبوع مش موجود اصلا هو اكسبنسيف طبعا اكسبنسيف اللي تعمله كل اسبوع كمان خلاص يا جماعه طبعا الفوندا باريوكس والريبوكس باريوكس والحاجات دي كلها كنت اديكتت مع بريجنسي الالفا شيتد هيبارين داز نوت كروس بلاسينتا عايز تديه طول الحمل سبكوتينس وتابع بي تي تي براحتك لكن طبعا في ريسك اوف ثرومبوسيتوبينيا وفي ريسك اوف اوستيوبروزس احنا الاوستيوبروزس دي ما بنتكلمش عليها في العادي بتاع الهيبارين في الام اي وكده لان هو الهيبارين بتاخد كام يوم ويخلص لكن انت هنا بتدي هيبارين 9 شهور ففي ريسك اوف اوستيوبروزس وفي ريسك اوف فراكشرز فلو عايز تدي انفراشيت هيبارين ادي لو عايز تدي لوميكويت هيبارين هو المفضل الا لو انت عندك بروبلم سواء الاكيوت بالمون امبوليزم ده لازم هيبارين في الاول او انك انت العيان عندها قربت تخش في الدليفري او حاجه فيفضل تكون على الهيبارين العيان اللي عنده اكيوت هيمو اكيوت بالمون امبوليزم وهيمو دايناميك انستابيليتي بيفضل ما تديش لوميكويت هيبارين تدي انفراشيت هيبارين لودنج دوز 80 وتكمل انفيوجن 18 يونت بير كي جي بير اور وتتابع البي تي تي لغايه ما العيان تبقى ستابلايزد وبعدين تقلبها على لو مولكيولر ويت هيبارين لان ما عنديش داتا اوكي ما عنديش داتا على لو مولكيولر ويت هيبارين في الاكيوت الكومبرومايزد بريجننت فيميلز اوكي ونفس الكلام بقى بتاع ان احنا لو احنا مكملين لو مولكيولر ويت هيبارين هنيجي قبل الولاده برضه في 36 ساعه نوقفه ونحط انفيوجن هيبارين ونرجع نوقفه قبلها بست ساعات ونرجع نرجعه تاني بعد الدليفري الثرومبوليسيس زي ما لسه قايلين بما انه ريليتيفلي كونترا انديكيتد فاحنا مش حدين غير لو العيانه هاي ريسك وعندها هاي بوتنشال وشوك اللي هي كانت موجوده في الجايد لاينز بتاعه البالمونري امبوليزم ما عنديش بقى اللي هو هاي ولو ريسك ولو هاي ريسك والحاجات اللي موجوده دي هو الانديكيشن الوحيد اللي موجود عندنا لو عايز تدي انها تكون العيانه شوك قدام خلاص وطبعا عندنا ريسك اوف زي ما قلنا هو ما بيعديش ما بيعديش البلاسينتا للبيبي لكن الريسك بيبقى بلاسينتا هيم بوست بارتم بقى مفيش يعني حاجه تانيه هو ده نفس اختصار القصه كلها اللي احنا لسه قايلينها في علاج في البروفلاكسس والتريتمنت بتاع البلمونري الفي تي الفي تي حد لسه عايز يكمل؟ الاي في سنتر اندكيشن زيه زي النون بريجننت لو عندك اندكيشن دلوقتي عايز تعمله خش اعمل ملوش اي حاجه سبيسيفيك يعني كان عليه سلايد بس انا شفتها حد عنده سؤال؟
لو العيانه ولدت وانت هي على وارفارين يو هاف تو جيف ايه؟ لا عايز دي ليه؟ انت هتمشي على وارفارين يعني؟ انا بتكلم مقارنه بالبروستاتيك فاليو. الداتا اللي موجوده اصلا الافضل ان احنا ندي الوارفارين. الداتا اللي موجوده كلها انك انت تدي يا لوموليكر ويت هيبارين يا انفا شت هيبارين مش وارفارين لغايه ما تولد او بعد ما تولد وبعد ما تولد تمشي على وارفارين تاني. اقل في المشاكل واقل في موضوع الولاده واقل في حاجات كتير يعني. يعني تبدأين السكند داي بعد الدليفري. لكن مش مكتوب في الجايد لاينز ان احنا نبداه ان احنا نديلها وارفارين ولا نيو طبعا انتي كوجولنت. حد عنده اي سؤال؟ بلمته لسه دي كانت الحاجات السهله في البريف. ما انت جيت متاخر بغلس عليك. طبعا البريجنس طبعا ريسك فاكتور البريجنس نفسه سومبوجينيك لكن احنا عندنا في ريسكس بتزود الريسك يعني عندنا في ريسكس كتبناها بندور فيها هو العيان ده هاي ريسك فور دي في تي ولا لا. كل ما الريسك كان زاد بتحتاج تاخد بروفلاكسيس. لو هي هاي ريسك هتاخده 6 اسابيع بعد البروفلاكسيس. العيان اللي جالها دي في تي اوريدي غالبا هنعملها زي البروفولت. طيب الموضوع اللي بعده الشيست بين. عيانه بريجننت وجالها شيست بين 30 سنه ومن 32 اسبوع بريجنانت جايه بشيست بين. مين يعرف ايه القصه؟ احنا زمان طبعا زمان ما كناش بنحط ده في بالنا خالص. عيانه جايه بريجنانت وشيست بين بنقول بتدلعي مش عارف كذا انت عندك 30 سنه و20 سنه هيجي لها ايه يعني؟ اوكي؟ لكن في مشكله كبيره في الكورونريز بدات تظهر يمكن ما هياش كومن يعني لكنها موجوده كتير في البريجنانت فيميلز. سبونتينيوس كوراري ارتري ديسكشن. اوكي وده عامل مشكله كبيره لان انت عندك ديسكشن بتدي سمبرز يعني جايه بام اي. اوكي بعد اختراع بقى البرايمري بي سي اي بقى ده الحل اللي موجود ان انا العيانه جايه لي بشيست بين والبين ده شكله اسكيميك ان اوريجن وعملت لها اي سي جي بالذات لقيت اسكيميك اليفيشن دخلها على طول على الاسطر. اوكي ده الاوبشن اللي موجود عندنا وهو اوبشن حلو جدا لان هو هيحل لنا المشكله كلها بتاعتنا. طبعا الديفرنشال دايجنوزس اللي مش كوروناري مهم جدا هو الاورتيك ديسكشن بالذات لو العيانه مرفان او العيانه عندها بايكاسبيد اورتيك فالف معاها او ارتوباسي او 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 ان هي يكون عندها اورتيك ديسكشن وعملها شيست بين برضه. اوكي دول الاثنين اللايف ثريتنينج ديفرنشال دايجنوزيس. احنا عندنا ممكن يبقى في كاردياك كوزيس سواء انها سبونتينيوس كورونا ارتي ديسكشن العيانه عندها فاسكولايتس لاي سبب من الديزيز بتاعت الفاسكولايتس دي او ان يكون عندها اسكيميا ما يمكن العيانه عندها دايابيتس وهايبرتنسيف وسموكر ومش عارف ايه وفي ثلاثينات ويجي لها ام اي. احنا دلوقتي ما شاء الله الام اي ثلاثينات. اوكي الديفرنشال دايجنوزيس اللي انت هتحط بقى اي حاجه ثانيه طبعا الديسكشن مهم اي حاجه من الاورطه بريكاردايتس اندوكارديال بروبلم اكسترا كارديال كوزس اي اسباب اخرى بتاعت الشيست بين كلها هتتحط في الاجابه بتاعت السؤال. هنخلي بالنا بس من بعض النقط واحنا بنكتب الاجابه ان البريجنسي لوحدها ممكن يحصل معاها شويه تي ويف انفرجنس فاحنا ممكن نذكر المعلومه دي ان احنا البرمونال امبوليزم والاورتيك ديسكشن دول ديفرنشال دوز مهمين جدا ان الاكيوت كورونري سندروم ما هوش كومن لكن عندنا سبونتينيوس كورونري ارتري ديسكشن موجود في البريجنسي وده بريفلنت في البريجنت في ميلز وبيقال ان هو حوالين برضه الدليفري يعني يا اما في اخر الحمل يا اما يبقى في الايرلي بوست بارتم وليه علاقه برضه بالهرمونال بروبلمز غالبا هاي بروجسترون هو اللي بيعمل ويكنس في الكورونري عشان كده هو ليه علاقه باخر الحمل مش في اول الحمل المفروض هو في الاخر شويه. الارجومتر اللي بيتاخد مع الولاده ممكن يعمل كورونري فاسو سبازم فبرضه يتحط في الديفرنشال دايجنوز وهو يعمل شيست بين. العلاج للعيانه الاسكيميك لو انت تاكدت انها اسكيميك الميديكال تريتمنت طبعا نفس الكلام اللي فات الايس والاي ار بيز كلهم كونتر اندكيتد البيتا بلوكرز والاسبرين ممكن تحطهم ويفضل ميتوبرول عن الاتينولول. الكلوبيدوجريل مش هتحطه الا لو فعلا محتاج يعني مش كده ان هي اكوكس تحط كلوبيدوجريل هتحطه لو في ستنت لكن ما فيش ستنت مش هتحطه. وال2 بي 3 اي وبقيه الادويه كلها التيكاجريلول والباسوجريل والبيكاردين والحاجات دي كلها ما عندناش اي داتا عليها مع البريجنسي فمش هينفع نديها. طب الانترفنشن هنعمل فيه ايه؟ البريفيرد تريتمنت لعيانه جايه بشيست بين واستيجمنت اليفيشن طبعا احنا الكيس هنقول ان احنا هنعمل اي سي جي وهنشوف عندها استيجمنت اليفيشن ولا لا. لو لقينا استيجمنت اليفيشن دي لازم تخش فور بي سي فور انجيو بلس او ماينس بي سي اي لو والديفرنشال مستحق بريكاردايتس مثلا يعني انت هتمشي بالكيس زي الكومنتريز كده.
الاي سي جي تشينجز الثانيه ممكن يبقى فيه اسكيميك تشينجز, بس هنحط في الاعتبار ان ممكن يبقى فيه تي ويف انفرجن لوحدها مع البريجنسي, فمش هناخدها بالاعتبار قوي. هنعمل كاردك انزيمز, هنعمل لو احتجت تعمل تشيست اكس راي ممكن تعمل تشيست اكس راي, هتعمل ايكو. كل الدوشه دي هتقعد تكتبها في الاجابه بتاعه السؤال, انما مع التركيز على الاسباب الاساسيه اللي مع الحمل ده بالذات, السبوتينيس كورونري ارتري ديسكشن والبالمونري امبوليزم والاورتيك ديسكشن, دول الثلاث حاجات الاساسيين عندنا. الستنتس لو احنا حطينا ستنت للعيانه الدراج يوزنج ستنت مش متاكدين قوي من السيفتي بتاعتها, وفي نفس الوقت هتحتاج تدي دي والانتي بليتليتس فتره طويله, فانت بقيت عامل مشكله للعيانه دلوقتي. فانت يفضل لو عملت قسطره للعيانه ولقيت عندها ليجن محتاج ستنت, يفضل يبقى بيرميتال ستنت مش دراج يوزنج ستنت, عشان ما تضطرش تدي انتي بليتليتس كمان بجرعات كبيره. الثرومبوليتيك ثيرابي هيتساب بس لللايف ثريتنينج كونديشنز, لو انت ما عندكش بي سي اي والعينه عندها سيجمنت اليفيشن هقول لكم حاجه الثرومبوليسيس ده فيه ايه مشكلته. العيانه اللي عندها نون ستيمي نفس الكلام اللي كان لسه دكتور اسلام بيقوله, ان انت ممكن تعمل انفيزيف ابروتش وممكن تعمل نون انفيزيف ابروتش زيها زي العيانه اللي مش بريجننت. اوكي, لو العيانه جايه بهاي ريسك فيتشرز هتعمل لها انفيزيف ابروتش, لو العيانه جايه ستيبل وما عندهاش بروبلم قوي تخليك ويتنج وتحاول تخليها تمشي كونسرفاتيف احسن لغايه ما تخلص الدليفري الولاده بتاعتها. المشكله في السبونتينيوس كورونري ارت ديسكشن ان هو عيانه جايه بسيجمنت اليفيشن, عندنا احتمالين لو احنا ادينا ثرومبوزيس. لو دلوقتي تمام ممكن تدي ثرومبوزيس وهي تكون ام اي عاديه, يعني ممكن تكون ام اي من ثرومبوزيس وديت ثرومبوزيس فنفعتها حلو قوي, لكن لو هي سبونتينيوس ارت ديسكشن بيقال ثرومبوزيس ممكن يعمل حاجه من اثنين, يا اما ان هو يدوب الثرومبوس اللي موجوده في الفولس اليومن فيفتح لك الفلو, يعني ممكن ان هو يدوب الثرومبس اللي في الفورس اليومي فيريليف شويه الكومبريشن المقفول على الترول اليومي فيفتح الفلو فيحسن العيان, وممكن العكس ممكن يزود بليدنج في الفورس اليومي فيزود لك الديسكشن اكتر. فانت طبعا ريسكي قوي انك انت عيانه زي دي حاطط احتمال حتى لو هو اي حاجه ان يكون سبوتينس ديسكشن تدي لها ثرومبس, لو ما عندكش اوبشن ثاني خلاص هتدي ثرومبس, لكن لو عندك اوبشن انك انت توديها حته فيها بي سي اي يفضل انك انت تعمل لها انجيو يعني عشان تعرف هي ديسكشن ولا عندها ليجن عادي. اوكي, هنعمل ايه الديسكشن؟ يعني الداتا برضو شويه كده نعمل ستيتنج ولا لا, ما عندناش كلام واضح قوي, يعني في ناس بتقول نسيبها وخلاص وندي ميديكال تريتمنت وكونسرفاتيف, في ناس بتقول لك نحط ستنس, وان كان الستنس برضو فيها ريسك شويه لان هو الديسكشن ده هيبقى غالبا الوور كله ضعيف, فانت ممكن تحط ستنت تلاقي حصل ديسكشن ولا لا, تحط ستنت تلاقي حصل ديسكشن ولا لا, تفضل ايه عايش حياتك معاه. فانت الديسيجن برضو ستيل بتاع انك تحط له حاجه ولا لا بيتساب كده جاست للناس تديسايد. حد عنده سؤال في الكلكعه دي؟ مفيش اسئله خالص. طيب الكارثه الكبرى بقى اهو. بص يعني انت مثلا عملت القسطره لقيت عندك بروكسيمال ال اي دي وقافل الفلو خالص وشكله كده لوكالايز, ممكن تجرب تعدي واير وتحاول تحط ستنت, ممكن تجرب, لكن لقيت السكشن مثلا في 100 فيسل بعد ما ادى برانشات كتيره وفي الاخر كده وشكله ما مش هيعمل ازمه كبيره خلاص سيبه, لان انت ممكن المشكله هي مش لوكال ليجن, هي المشكله ان في هرمون عمل ويكنس في الوول, فانت الويكنس ده معرض ان يكون في كل الوول في كل الكورونرز, هتقعد كل ما تسيل للدسكشن هيحصل وراه, فانت عندك الريسك ده وده, فانت لحد سايد لما تعمل الانجيو حد سايد هتعمل ايه للعيان؟ ما اظنش فيه, ما اعرفش. طب قول. هو كان بيقول الدايجنوز دي كده بس هو بيقول ان احنا ما نعملش الا لو اه بالظبط, لو هي حاجه بروكسيمال ليجن او ليفت مين او حاجه مش هتقدر تسيبها قوي, يعني هتضطر تحطه وخلاص, لكن انت طبعا الريسك عندك انك انت كل ما هتحط هيحصل وراها, كل ما تحط هيحصل وراها, ان هي ما هياش فوكال ليجن, هي ديزيز في كل الوول حصل من حاجه, وفي نفس الوقت انت معتقد على فكره احنا الريكرنت ديسكشن ده انديكيشن فور ديليفري فور ترمينيشن, لان انت معتقد ان السبب هرمون, فانت لو العيانه ديسكشن وكمبرومايزد ورجع جه تاني او زادت بروبلم اكتر او حصل في فيسل تاني ده ممكن يبقى انديكيشن تنزل البيبي عشان تقلل الهرمون البروبلم دي فتحسن القصه شويه. السؤال ده جه مره في 2015 ما اعرفش ليه جه يعني, بس المهم يعني هو جه مره. طبعا بقى السؤال قعدت ادور على اجابته, انا يعني ما اعرفش, سؤال غريب شويه انك انت ايه الليبيد فيسيولوجيكال تشينجز اوف ليبيد بروفايل دورينج بريجننسي اند هاو وود يو تريت.
اوكي. هو احنا مش عايزين بقى وقت كتير قوي فيه، لكن جاست هقول لكم شويه معلومات فيه، لان هو المشكله ان انت لو مش عارف اي معلومه مش عارف تجاوب. هو ان شاء الله مش هيجي تاني لمده 30 40 سنه قدام، مش هيجي تاني. اللي هيفضل لسه فيكم داخل الامتحانات ممكن يلاقي السؤال. دكتور عادل لغه صحيحه ايه؟ لغه صحيحه مش انا اللي حاطه. الريسك اوف فيسيولوجيكال تشينجز، يعني شنو الريسك اوف فيسيولوجيكال تشينجز؟ يعني زي كده يعني دلوقتي العيانه البريجننت خلاص بيحصل لها فوليوم اوفر لود، عدم فيسيولوجيكال تشينجز، كويس. ايه الريسك بتاعه بقى؟ انها هيجي لها بروبلم منه، صح؟ انها هيجي لها هارت فيلر، انها هيجي لها ديسنيا، انها هيجي لها كذا. فهو ده نفس الكلام، هو في ليبيد تشينجز بتحصل مع البريجننسي. ايه الريسكس بتاعت الليبيد تشينجز دي؟ انها تعمل لها شويه مشاكل. هتشوف دلوقتي سربرايز. ده كده كويشن طبعا. حد مين انا ما اعرفش هو مين اللي جاوبوه يعني، بس كان لسه بقى موجود مع في التصحيح بتاع السؤال. طيب سؤال ما اعرفش عنه اي حاجه، اوكي. ده اكزامبل للاسئله اللي هي ما تعرفش تحط فيها اي اجابه. هنعمل ايه؟ start where you are, use what you have, do what you can. اوكي بس خلاص كده انا جاوبت على السؤال. طيب في بعض الاسئله يعني مضطرين يبقى عندنا معلومات، لازم يكون عندنا شويه معلومات بسيطه قوي، وبعدين الباقي كله مفتكس، اي افتكاسات تبقى اي كلمتين اي حاجه. طبعا حاجات صح يعني، لكن اي كلام. انت عارف مثلا الاستاتين عمرها ما اكيد يعني اكيد في الاخر هو ليبر بروفايل اكيد هيحصل تشينج في ليبر بروفايل، ما دام جت كده يبقى اكيد هيحصل شويه انكريس في ال LDL في الاي بتنجان. هنكتب الكلمتين دول ونحط تحابيش ونقول الاستاتين كونتر اند كده، يعني ناخد شويه درجات. اوكي انما هي المعلومات بتقول ايه بقى؟ البريجننسي بيحصل معاها تشينجز في الليبر ميتابوليزم عشان الفيتال جروث وعشان الفيتال ديفلوبمنت. ليه؟ لان انت محتاج الفيتس ده ينمو، والفيتس ده عشان ينمو محتاج كوليسترول، لان الكوليسترول ده بيدخل في الوول السيل وول والهرمونز والاسترويدز والمش عارف ايه والايه، فلازم يبقى في كوليسترول يتصنع. مين اللي هيصنعه؟ مفيش غير الام الغلبانه، فهي هتفضل تصنع كوليسترول عشان يوصل للبيبي. الكوليسترول الكتير اللي طلع ده ممكن يترسب في الام نفسها ويعمل لها مشاكل، اوكي، لان هو اوريدي في ديسليبيديميا حصلت، في هايبر كوليستريميا حصلت، وفي انرجي ريكويرمنت كتير موجود. المفترض ان الكلام ده يمشي فيسيولوجيكال وما يحصلش منه مشكله، لكن مشكلتنا الجديده ان احنا دخلنا في الايرا بتاعت ان الفيميلز بقت اوبيز، ان في ريسك فاكتورز كتيره موجوده. البريجننت فيميلز ممكن يكون سنهم كبير شويه عشان التوقيح الصناعي والحاجات دي، فانت ممكن تبقى الست عندها دايابيتس وعندها هايبرتنشن وسموكر وعندها اوبيزيتي وعندها جيستيشنال دايابيتس وعندها جيستيشنال هايبرتنشن، ففي مشاكل اخرى ممكن تخلي الدنيا تبوظ اكتر من المعتاد. اثناء البريجنسي زي ما قلنا ان الاستروجين والبروجسترون بيعملوا بنكرياتيك بيتا سيل هايبربليزيا، بيطلع انسولين. الانسولين ده بيساعد في الجلوكوز يوتيلايزيشن عشان يطلع جلوكوز اكتر يوصله للبيبي، وده بيغير بيزود الجلايكوجين ستورج ويزود يقلل اللايبوليسيس ويزود الستورج اوف فات. في ناس قال لك ان لو الفود مش موجود الست بيحصل لها حاجه اسمها اكسلريتد ستارفيشن، ولو الفود موجود بيحصل لها فاسيليتيد انابوليزم. مش مهم التفاصيل السخيفه دي، المهم في الاخر بيحصل لخبطه كبيره جدا في الجلوكوز وفي الليبيدز. ايه اللي هي عباره عن ايه بقى؟ جنرالي لايبوجينيسيس بيزيد، لايبوليسيس بيقل، يبقى انا الفاتس زادت. خلاص يبقى الليبيدز زادت لان البيبي محتاجها، فلازم الليبيدز هتزيد. انهي ليبيدز بقى؟ اول حاجه بتزيد الترايجلسرايدز. الترايجلسرايدز بتزيد اكتر حاجه بتزيد ديسبروبورشنتلي للباقيين، بتزيدت مرتين لاربع مرات بالذات على اخر التريمستر. طيب هتعمل حاجه ولا مش هتعمل؟ احنا المعتاد عندنا ان التراجل سايز دي اخر حاجه بنفكر فيها، انها مش اثروجينيك قوي، وبنقول يعني انها لو زادت قوي تعمل بانكرياتايتس والحاجات العجيبه دي، لكن هي مش اثروجينيك، لكن هي فيها مشكلتين شويه في العيانين. اول حاجه في شويه ريسك اوف بري تيرم ليبر لقوه مع الهايبرتراجلسيديميا في بعض الستاديز، وتاني حاجه ان التراجل سايز دي لما بتزيد بتغير شكل ال دي ال وتعمل حاجه اسمها سمول دنس ال دي ال. اوكي؟ وده الاثروجينيك. يعني مش الترايجل سلايد نفسها الاثروجينيك، لكن ال دي ال هو اللي بيتغير شكله وبيبقى اسمه سمول دنس ال دي ال، فده يعمل كارديو فاسكولار بروبلمز للعيانه ليتر اون لما تكبر. انا هحكي بسرعه في القصه. الاتش دي ال في العيانين العاديين بيزيد في البريجننسي، ودي حاجه بروتكتيف، لكن بعض العيانين زي اللي عندهم جيستيشنال دايابيتس او اللي عندها جيستيشنال هايبرتنشن او اللي عندها بري اكلامسيا الاتش دي ال بيقل، فدي مشكله اخرى ان هيبقى عندها ال دي ال زاد وعندها الاتش دي ال قل. اللايبوبروتين سمول اي ده حاجه اثروجينيك برضه، ولقوها بتزيد في البريجننسي وبتقل بعد الدليفري، وبرضه البري اكلامتيك بيشنت عندهم اللايبوبروتين سمول اي عالي شويه، وده برضه ممكن يزود لها الريسك شويه. الليبيدز على غير ما احنا متوقعين مش عندنا مشكلتين منه، مع الحمل هيعمل ايه وبعد اللونج تيرم هيعمل ايه. الحاجه الغريبه ان هم لقوا ان الليبيدز دي مع البريجننسي بتزود الريسك اوف بري تيرم ليبر. اوكي؟ التراجل سلايدز العاليه
فيها ريسك شويه, والسمول دنس ال دي ال فيها ريسك شويه, واللايب بروتين سمول ايه فيها ريسك شويه. كل دول معاهم ريسك اوف انكريز بري تيرم بري تيرم ديليفري. سيبكم بقى من الاستاذز العجيبه دي, مش مشكله قوي. تاني مشكله اللي بتتعملها مع الحمل هي هايبرتنسيف كومبليكيشن. ايه العلاقه؟ هو الاسوشيشن لقوها ان العيانين اللي عندهم ليبيدز عاليه اللي زاد عندهم قوي السمول دنس اللايب بروتين او زاد عندهم التريجلسيرايدز معاها كمان جيستيشنال دايابيتس جيستيشنال هايبرتنشن. دول حصلوا مع بعض, وجيستيشنال دايابيتس حصلوا ما بين ده وده. اوكي, الماتيرنال اوبيزيتي معاها ليبيدز عاليه طبعا, وده بيزود البروبلمز بتاعه الليبيدز. اللي عايز بقى يكتب كل الكلام ده في اجابه السؤال يبقى لذيذ جدا. في الاخر هنعمل ايه؟ طيب عيانه طلعت عندها الليبيدز عاليه, عملنا لها كوليسترول اناليسيس طلع عاليه, وبعدين الستاتين كونتر انديكيتد, خلاص الماياسين والفايبريتس كونتر انديكيتد. الحاجه الوحيده اللي نعملها هي لايف ستايل مانجمنت للعيانه, ان اخليها ما تزيدش قوي في الوزن, تحسن الفود اللي بتاخده, والاوميجا 3 الحاجه الوحيده اللي مكتوبه انها ممكن تقلل التراجل سايز شويه في العيان. اوكي, في البريجننت فيميل ده الحلول اللي هقدر اعملها. فانا بعد كل القصه الوهميه دي ان انا التراجل سايز عاليه وان في سوشيال تشينز وان 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 في الاخر ان انا هموديفاي اللايف ستايل والويت وممكن ادي اوميجا 3. ده الحلول اللي عندنا نقدر نعملها. اللي عايز يقرا ديتيلز بقى هو حر. اوكي, حلو السؤال ده. هو ده دي ام دي, هنجيب ماستر بقى السنه الجايه. هو انا كده خلصت تقريبا الاورتيك ديزيز دي ما جاتش قبل كده في الاسئله, انما بس كمعلومه ان احنا طبعا البرفان والبايكاسبيد اورتيك فالف من اهم الامراض اللي بيحصل معاها اورتيك ديزيز, بيحصل معاها اورتوباثي. يعني البايكاسبيد فالف ده اللي بنلاقيه في الايكو ده حاجه مهمه. المفروض ان انت باي ريكومنديشن لما تلاقي بايكاسبيد اورتيك فالف تعمل اورتيك سي تي عشان تدور على اورتوباثي. اوكي, فالعيانين الفيميلز اللي ناويين يبقوا بريجننت او اللي عندهم بريجننت او بريجننت اوريدي ومعروفين ان هم مارفان او عندهم بايكاسبيد اورتيك فالف في الايكو, دول لازم يعملوا اسسمنت ولازم يعرفوا الاورطه السايز بتاعها كام. لو سايز بتاع الاورطه في المارفان اكتر من 45 زي ما احنا لسه قايلين ورا, ده كونتر اندكيشن, ده كلاس 4. لو اقل من كده بتخش ما بين كلاس 3 او تعمل سيرجري قبليها, ودول لازم يوريدوا باي سيزيريان سيكشن. كلهم لازم يوريدوا باي سيزيريان سيكشن لو اكتر من 45. اوكي يا جماعه, البرمونيا هايبرتنشن برضه ما جاش اسئله قبل كده, لكنه طبعا ده من اخطر مرض ممكن يجي العيانه في البيت. 50% ريسك اوف مورتاليتي. هو في المرفان والبايكاسبيد هي اقل من 40؟ لا لا, الحل الوحيد في السيزيريان سيكشن انها تقلل انها لو 45 ملم اقل من كده مفيش مشكله, ممكن تقلل فاجينا بس الابيديول. السيزيريان سيكشن كلاس 2 بي هو من 40 ل 45. البابونه هايبرتنشن من اسوء الامراض طبعا اللي ممكن تيجي العيانه في ميل, العيانه بريجننت, سواء انها هي نفسها ماتيرنا مورتاليتي او البيبي نفسه بيحصل فيه مورتاليتي. اوكي, وانا القصه اللي قلتها السنه اللي فاتت ان احنا كان يعني انا اعرف عيانه كان البابونه هايبرتنشن وصممت انها تبقى بريجننت وما قدرتش تعمل, كان عيانه سوريه ما قدرتش تعمل ترمينيشن, وفضلت قاعده في المستشفى طول الحمل, طول الحمل في المستشفى خلاص, وعاملين لها فولو اب, ويوم ما قررنا نعمل لها سيزيريان سيكشن ماتت الليله اللي قبل هي والبيبي. اوكي, فالبرمونال هايبرتنشن خادع جدا, ممكن العيانه تبقى حاسه انها ستيبل 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 وصابلي ديث. فايتس فيري دينجرس ديزيز, لازم العيانه نبقى فيري ستريكت معاها, شي شود نوت جيت بريجننت, ولو هي بريجننت في الايرلي شي شود تيرمينيت. مفيش اي هزار, مفيش لا بريشس بيبي بقى ولا الفيلم الهندي, هي هتموت والبيبي هيموت, عملنا ايه بقى؟ ولو هي ماتت والبيبي ما ماتش استفدنا ايه برضه؟ انا عندي 50% مورتاليتي في البريجننت فيميلز. فالبرمونال هايبرتنشن البرايمري او الايزمينجر الاثنين فيري دينجرس ان يحصل لهم مورتاليتي. اوكي, افويد بريجنسي تيرمينيت. لو العيانه صممت تكمل البريجنسي لازم تبقى موجوده تحت عنايه عنيفه جدا, ولازم الدليفري يبقى سيزيريان سيكشن, ولازم يبقى كومبليت مونيتورنج للدليفري دي قبل مع في وقتها. البرايمري والازيمين دول اكتر سبب اكتر مشكلتين, والاثنين محطوطين في الكلاس 4. والمشكله كمان ان الادويه اللي هي بتاعت البرمونا هايبرتنشن الجديده الايبوبروستول والحاجات دي كلها برضو الريسك بتاعها مش عارفينه, والمفروض انها ما تتاخدش, فانت كمان هتوقف لها ادويتها. يعني انت لو فرضنا انها ستيبل على الادويه انت كمان هتروح موقف الادويه. اوكي يا جماعه, خلاص احنا هنفوت كل ده, كفايه كده بقى. في حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ حد يعرف, عايز يعرف السؤال اللي جاي في الامتحان؟ ما اعرفش والله. وي ابولوجايز فور اني كونفينينس مقصوده.
دكتور. لو جت كيس بتتكلم كده.